بنفس نتيجة الشوط الأول، الأهلي يهزم فاركو 2-1 ويتقدم 5 مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الرابع بالمشاركة مع إنبي، ولكن يتقدم النادي الأهلي بفارق الأهداف. كابتن شريف، نفس نتيجة الشوط الأول وفوز مستحق للنادي الأهلي. مبروك كابتن أيمن، مبروك 3 نقاط، وده اللي اتفقنا عليه قبل المباراة ما تبتدي، إن إحنا عندنا هدف واحد بعد العودة للمباراة المحلية وللدوري العام، اللي هو الفوز والتقدم. النهارده انت تقدمت كم مركز يا كابتن ايمن؟ انت بتقول 5 مراكز. خمس مراكز في 3 نقاط بالظبط، يعني ال3 نقاط اللي جايين ان شاء الله هتبقى في المركز الثاني على ما اعتقد او الثالث، يعني هتبقى خلاص قربت للحكايه، وفي نفس الوقت بتدي مسج انك انت بتفكر في كل مباراه. لا ده ممكن توصل المركز الثاني كمان. الثاني كمان، لان احنا النهارده وصلنا ل 36 نقطه. طيب، يعني المباراة دي بالنسبة لك ما هي غير تحصيل حصل نقاط. اتفقنا ما تتوسمش النهاردة في عرض أو في أداء بعد رجوع اللعيبة دي كلها والدخول في جو المباريات والتركيز على المباريات الرسمية ورفع الضغوط كمان، يعني من على اللعيبة من الفترة اللي فيها منتخبات وفيها بطولات زي بطولة كأس أفريقيا. فالحمد لله النهاردة إن المباراة طلعت بكده، وهتفضل المباريات شغاله كده ايمن بهذا الشكل بالفرديات. صحيح، بالتفكير انك انت كل ما تملك من فرديات، تصويبات، توغل، احتفاظ بكره، تاخد ضربه جزاء، هي طول عمرنا اتعلمنا وبنفكر واحنا بنلعب ان احنا كل واحد فينا عنده مهمه واحده خلال ال 90 دقيقه، مهمه واحده ايمن بالزبط. مهمه واحده بلال، مهمه واحده عادل، اسامه، مهمه واحده كلنا، كل واحد في الستة الأماميين دول والعرضيات اللي بتحصل من الناس اللي بتنطلق، يعني إنك أنت يبقى عندك مساحة لنفسك في التفكير إنك أنت تخلص المباراة من كورة واحدة، بتركز في 90 دقيقة كلها على كورة واحدة، فهمتني؟ زي التصويبة اللي حصلت النهاردة دي بتاعت إمام، الراجل عدى وراح مصلح الكورة، ما هو ده تفكير برضو، تصليح الكورة للقادم من الخلف ده تفكير، وده تفكير وإمام كمان، لا ده تفكير وتكتيك. يعني انا لو مدرب وكلام لازم اتكلم في الضربات الثابته، واتكلم ان لازم تشوفوا الناس اللي جايه من الخلف، ولازم نحضر للناس اللي هي اللي عندها امكانيه التصويب وعارفين احنا بنثق فيهم ان هم عندهم، نديهم المساحات، نوفر لهم الكور. مش هقول له بقى ايه انت تبقى بوكس تو بوكس استك اشوفك هنا وهنا، الكره تحب لا، في كل واحد عنده مهمه وكل واحد بياخد العين شويه. حسين الشحاتي يعمل لي اشغالات، خدت بالك؟ عشان الناحيه اليمين هي اللي تشتغل، يبقى انا كل الدنيا شغاله على ناحيه الشمال والعين مش واخده بالها من الناحيه اليمين خالص، تروح معموله الكروس الناحيه الثانيه، وده اللي حصل في ضربه الجزاء لو تفتكر. الكره كانت ناحيه الشمال خالص، عمل كوكا واحده، اي نعم الديفندر هو اللي صلحها لعمر كمال، عمر كمال عبارة بالعرض، الراجل زق مودست وهو بيحطها بكل قوته فحصل ضربه جزاء. ما ده برده تفكير، وده برضه تنفيذ. صح، فهي دي الاشياء الصغيره اللي هي بتنتج عنها فوز، بتنتج عنها 3 نقاط، بتنتج عنها طمانينه برضه. انت كل 3 نقاط بتاخدهم بتديك ثقه وطمانينه انك انت ماشي في صح الشكل بتاعك والاتجاه، انت اللي قدامك وسابقك والكلام من ده قلقان منك انت، لان كل ما بتكسب انت بتيجي في مكانك الطبيعي هتبقى انت الاول ان شاء الله. اول ما هتكسب كمان 2 هو مش هيكسب، كسب 10 وكل حاجه، واحنا فاهمين الحكايه ان السنه دي عايزين النهارده يبقى في حد غيرنا، خدت بالك؟ او حد بقى ايه جديد يحفظ الدوري. ناس كتير كل واحد يقول لك انا مش عايز الاهلي ولا الزمالك هو اللي ياخد الدوري، نفسنا مره بقى حد زي المقاولين العرب ما عمل كده زمان، والفرق اللي هي دخلت في المنافسه وكده. انما في الوضع الحالي وفي الشكل الحالي وفي الظروف اللي بنحصل، احنا عندنا نجم واحد هو ما شاء الله الله اكبر، هو اللي ماشي بمفاهيم ومؤسسات، والمؤسسه بتاعته هي ما عندناش حاجه اسمها تعادل، ولا عندنا حاجه اسمها خساره، ولا نخسر بطوله، وده بيبقى من جلدك، يعني لو حصل بيبقى بسبب قهري غير عادي. مزبوط. انت كمان مش متعود عليه، او انت عندك ظروف زي الاصابات والمستشفيات والتحكيم، بتخش في حاجات كتير قوي تخليك ما تروحش للهدف بتاعك المنشود اللي هو كل، والناس ابتدت تستقبل ده، الناس ابتدت تفهم، الناس ابتدت ترضى،
يتمنوا لك الخساره، يتمنوا لك انك انت تقع، يتمنوا لك، ولكن هم على يقين تماما انك انت الاحسن وانت الاقدر وانت اللي انت اللي لما تكسب، ها هقول لنفسي انا ايه كمنافس تاني ليا يعني ده بيقرب. لا مش بيقرب، انا لما انا بكسب بقول لك خلاص ما فيش حاجه جديده. هو ده اللي بيشتغل على ده. احنا فاتنا كتير، احنا فرطنا في كتير، احنا كان عندنا وقت المؤسسه بتاعتنا او مؤسساتنا ما بتشتغلش زي المؤسسه دي. احنا بنحاول نبقى في الصوره جنب الناس دي، ولكن هي بسيطه جدا. انت لو فكرت من حيث ينتهي النادي الاهلي اكيد هيبقى لك وجود وهتبقى منافس جيد جدا وهتبقى في كل حاجه. وانا بنبسط لما بتبقى في فرق قويه كويس بتنافسني، ويجي الماتش فيصل اللي بيني وبينه نقول كلمتنا ونشوف مين فينا اللي ان شاء الله هيبقى له الحضور والوجود في بالتوفيق الماتشات اللي جايه ان شاء الله. وجود لك النهارده والحمد لله يعني. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. يمكن الوتيره فضلت زي ما بدانا الشوط الاولاني، وكانت المباراه مفتوحه برضو، ولكن قل الجهد البدني للاعيبه الفريقين، لكن قدر النادي الاهلي يحافظ على المكسب الشوط الثاني، وده من مكاسب المباراه النهارده. المباراه طبعا كاداء متوسطه المستوى، يمكن اقل من المتوسط. النادي الاهلي خد الثلاث نقط، خد اللي هو عايزه، هو ده اهم حاجه حصلت النهارده. في لعيبه كتير النهارده مش في حالتها، والتغييرات للاسف ما اثرتش كتير، يعني المفروض كانت تاثر اكتر من كده، لكن زي ما انت قلت الاداء الشوط الثاني برضو قل، الريتم قل من الفرقتين. يعني المجهود اللي اتعمل الشوط الاول يا كابتن يعني مع حراره الجو ممكن اكيد اثر. ماشي، اثر في اداء اللعيبه. ماشي، ممكن يكون رطوبه عاليه جدا جدا جدا، ممكن يكون ده اثر، ولكن اهم حاجه حصلت النهارده الثلاث نقاط، هدف امام الحلو، و اضاعه موديست لكور سهله جدا 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 باستغراب يعني. و يعني النادي الاهلي في المجمل استحق النتيجه ويستحق الثلاث نقاط. انا شايف عمر كمال وامام طبعا بالهدفين اللي جابهم، وحسين زي ما قلنا الشوط الاولاني هم اللي حاولوا الى قد ما يقدروا. التغييرات كهربا وقفشه وطاهر طبعا غصب عنهم نزلوا في وقت متاخر جدا، يعني كهربا نزل في الدقيقه 75، قفشه وطاهر نزلوا في الدقيقه 81 82، ما لحقوش يعملوا حاجه قوي يعني. هم بيحاولوا يتحركوا كده لكن ما لحقوش قوي. يعني كل اللي اقدر اقوله ان النادي الاهلي حقق المطلوب منه بالثلاث نقاط ووصل للمركز الرابع. صحيح، دي اهم حاجه حصلت. صحيح كابتن عادل، مبروك، فوز مهم للنادي الاهلي، حقق باللي هو عايزه. توقعنا من البدايه ان الفتره دي فتره مضغوطه، فتره فيها اجهاد، يمكن انت حتى اتكلمت على موضوع الاجهاد وعلى موضوع اللعيبه اللي كان بقى لها فتره بعيده عن الملعب، فهتتاثر بعض الشيء، ولكن زي ما قالوا كباتننا كابتن شريف وكابتن اسامه، المهم ان انت حققت الهدف بالحصول على الثلاث نقاط. احنا اتكلمنا يا كابتن قبل الماتش، قلنا المباراه دي عاوزه فكر، عاوزه تغييرات كتير قوي في الافكار، يعني اللي هو ايه، تبقى تجاري قوي في انك تطلع بالثلاث نقاط. احنا النهارده كنا في يعني تجاريين شويه، بمعنى اوريك ازاي كولر بدا يبقى تجاري في كولر. عمره ما كان بيغير بين الشوطين، غير بين الشوطين، وانا زي ما قلت لك قبليها قلت لك كولر مش هيتحكم في الفرقه 100% لان بيشارك واحد مهم مدرب احماله، فقال له لازم تغير. بدا باتنين يعني تغيير ومش واحد، ديانجو غير اتنين، وهو تغييره الاتنين عشان الثلاث مواقف بتوع الوقف بتوع التغيير الخمسه، فبدا باتنين عشان ما يحسبوش، عشان تقدر تغير الباقيين على ثلاث مراحل ودي حاجه مهمه جدا. اللعيبه بالنسبه بقى للعيبه النادي الاهلي النهارده، حسيت انه الناحيه الهجوميه عندك كانت مش وحشه، بغض النظر عن موديتس، يعني النهارده موديتس ضيع اهداف كتير زي ما الكابتن اسامه قال، وحاجه مهمه انه لازم يركز شويه في حته اللعب على الجول وانهاء الهجمه، لانه
الفتره دي فتره انهاء الهجمات، مش هتستحمل. صحيح. انت كنت خايف في اخر دقايق فاركو يجيب جون يبوظ لك اللي انت عملته، واحنا اتفقنا ان مفيش ماتش يضيع منك، لو ضاع منك تعادل او هزيمه لا قدر الله هتبعد كتير، مفيش حاجه اسمها لسه بدري. صح. لسه بدري لو احنا لاعبين مباريات قد بعض، احنا متفقين ان احنا عندنا 8 مباريات، 34 يوم هتلعب 11 مباراه، يعني يعني الفتره دي لا تسمح بالتعثر خالص ولا تسمح بانك ما تفكرش كويس كجهاز كلاعب وكجهاز كلاعيبه، ولا يصلح انك لعيب تضيع وقت في عدم الراحه. خلي بالك يعني الكوره في ملعب اللاعبين اكتر من المدرب واكتر من اي حد تاني، لانه راحتك الشخصيه كلاعب هتقدر انك انت تواكب الـ 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 الاوقات اللي هتلعب فيها ماتشات كتير، فيجب انك انت تحضر نفسك. تغييرات جت في وقتها، انا في رايي انه تقسيم الوقت، انا مش دعوه بالفنيات 100% دلوقتي، النهارده على الاقل بالذات والايام اللي جايه، تقسيم الوقت مهم جدا، انك تاخد قد ايه وقت وتاخد قد ايه وقت وتاخد قد ايه وقت. بس اتمنى ان قفشه يبقى ليه دور اعلى من كده كتير، يعني قفشه نزل اخر 5 دقايق 7 دقايق، اتمنى ان قفشه ياخد وقت كبير، لانه قفشه في الوقت الحالي اجهز من اجهز اللاعبين واكثر اللاعبين راحه، واكثر اللاعب انت باحتياجك ليه في اخر السنه، لانه قفشه من اللاعبين اللي ممكن يوصلك الناحيه الثانيه كويس قوي. ولكن مبروك، خطوه اولى، انت عندك 8 خطوات احنا اتفقنا، عقبال ما تجيب البيراميدز انت عندك 8 خطوات، خدت خطوه من السبعه، يجب انك انت اللي جاي واللي جاي واللي جاي. عندك مشكله، انت عندك مباراه اللي جايه في اسكندريه، الاتحاد السكندري، وعندك عيد، وبعدين الداخليه. لو كنت تقدر تقعد هناك لغايه الماتش صعب، عشان عندك عيد، تيجي تعيد مع اهاليها، عشان عندك عيد طبعا، عشان كده بقول لك الظروف كلها صعبه، يجب التضحيه شويه، حتى اللاعبين الاكل والحاجات دي في اول يوم العيد لازم برضو يخلي بالهم من الامور دي كلها، عشان كده بقول لك الموضوع شق جدا على كل المنظومه بتاعت كره القدم في النادي الاهلي. ان اردت انك انت تكمل تبقى بطل دوري لازم تضحي بحاجات كتير قوي بالذات في الفتره القادمه. كابتن بلال، مبروك الثلاث نقاط، زي ما انت قلت محطه وعدت، هناخد كل ماتش بماتش. النهارده النادي الاهلي يستحق الثلاث نقاط من مكاسب المباراه، يمكن انا اتكلمت مع كابتن اسامه فيها، ان انت حتى ما كنتش افضل من الشوط الاول، ولكن قدرت ان انت تحافظ على المكسب وقدرت تحقق الهدف المطلوب منه من المباراه النهارده. طبعا مبروك للنادي الاهلي، فوز وفوز مستحق. يعني انا من وجهه نظري الشخصيه الماتشات اللي جايه كلها بنفس الشكل، ماتشات تكتيكيه. يعني مش هنشوف فيها حلاوه اداء، الاصل بيبقى فيها الاداء التكتيكي. ازاي اكسب، ازاي اسجل هدف، ازاي اخرج من الماتش بعده حاجات، اهمها اول حاجه رقم واحد تكسب طبعا، رقم اتنين ما تبذلش مجهود كبير جدا 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 في المباريات، رقم تلاته ما تخرجش اللعيبه مصابه، رقم اربعه تستغل كل اللعيبه اللي موجودين عندك في الـ في الـ في الـ في, الـ في السكواد بتاعك. فالنهارده الاهلي يعني اداء دي اول محطه بالنسبه له نجح فيها بشكل كويس، خلاص ثلاث نقاط. انت المباريات اللي جايه بما ان الماتشات قريبه قوي من بعضها فهي كلها مباراه كؤوس بالنسبه لي. طبعًا انا لا اتطلب مزبوط. اداء رائع واداء راقي وهجوم محض وجري طول الوقت، انا كل اللي بنطلبه انك تعمل جيم تكتيكي تمام، تحافظ فيه على الاداء البدني بتاع اللعيبه بتاعتك، تحافظ فيه على اللعيبه بتاعتك وتكسب الثلاث نقاط. والسلام عليكم. وعليكم السلام. تمام. ليه؟ لانك انت مش ده التوقيت اللي بتدور فيه على الجماليه في الاداء. انت محتاج انك طبعا تروح على المرمى وتخلق فرص وكل ده محتاج طبعا جري ومحتاج، لكن انا بتكلم في نقطه تانية الا وهي ازاي انا ممكن اقدر اكسب باقل مجهود. هو ده المفترض يدور عليه المدير الفني الفتره اللي جايه. ليه؟ لانك انت كل ما بتبذل مجهود كل المباراه اللي بعدها هيقل الاداء الفني بالنسبه لك، لان الاداء البدني هيتاثر. بس دي بتتطلب برضو ذكاء من اللعيب داخل الملعب وذكاء من المدير الفني. طبعا طبعا. خد بالك النهارده بيغير اتنين، اكتر اتنين جريوا في الملعب تقريبا، يعني
تقريبا نوعا ما. يعني اتنين جريوا في الملعب بشكل كبير، وواحد باين وضع عليه الاجهاد، رضا وضع عليه الاجهاد، فاما غيره لاعب كوكا برده اللي جاي من بعيد قوي وبعدين وضع عليه الاجهاد، يعني جريوا كتير. تمام، بما ان هم ما كانوش بيلعبوا بشكل مستمر مع الحر فالاداء تاثر، فبالتالي المدير الفني هنا يتدخل بسرعه. صح. تمام، ما يسيبش الامور تروح لبعيد، ما يسيبش اللعيبه تروح لحته ان هي ممكن لا قدر الله تتعور تتصاب، تصاب بالاجهاد الشد العضلي، فهتفقد اتنين لعيبه ممكن بالنسبه لك يبقى مفيدين في بعض الاوقات حتى لو مش بشكل اساسي. بالظبط، ممكن تحتاجهم بشكل تاني ينزلوا يبقوا بدلاء. فالنهارده التدخلات بتبقى مطلوبه ان تايم، تمام، في التوقيت المناسب. فالنهارده لا، انا النهارده كمدير فني لا، انا خلاص انا ابتديت اشتغل. يعني احنا النهارده كنا يعني ما هو كولر ليه ما بيغيرش، فالنهارده ابتدى خلاص من البدايه اهو، تمام، ما بين الشوطين، مع انه خد بالك كسبان. يعني اصلا كولر كان بيبقى خسران ما بيغيرش، بيستنى تمام شوي. او متعادل او مش كسبان، يعني ماشي أي. او مش كسبان وبيستنى شويه، لا النهارده كسبان وبيغير، عايز يحافظ على الاداء، عايز دايما يخليك في حاله توازن دايما، مش عايز يبقى في خلل عندك لا في الاداء البدني ولا في الاداء ويحافظ الفني، ويحافظ بالتالي على اللعيبه اللي تلعب كمان، يحافظ على اللعيبه اكيد مليار في الميه، وده اللي ودي النقطه اللي قلتها في البدايه. مظبوط. فالنهارده هو ده دور المدير الفني ودور اللعيبه ان هي تساعد في الحته دي. دور اللعيبه كمان في الملعب يا كابتن ايمن، معلش، انك انت لازم تستغل كل الفرص اللي بتتاح ليك، ما ينفعش النهارده يبقى خمس ست فرص وبتسجل هدفين وقاعد لحد الدقيقه 98 ولا 96 قاعد لا قدر الله في واحده بدماغ الواد يحطها لنا حقيقه راس حرب، يحطها لنا حد تيجي جول، تخلص الماتش، يخلص بتعادل في مباراه انت مضيع فيها خمس ست فرص سهلين جدا 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 جدا. ما ينفعش مباراه زي دي تروح للتوقيت ده، لازم استغلال الفرص عشان يبقى في وقت للراحه، وقت جيد. انا كمدير فني النهارده لو كسبان 2-0 الشوط الاول، تمام، ما دخلش فيها هدف، هبتدي بقى اغير ثلاث لعيبه، هبتدي اشوف مين بص النهارده غير مين؟ امام عاشور، تمام، دي تالت تغيير. امام عاشور واحد من اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير جدا، هو النهارده مش بيكرمه، هو النهارده بيريحه، فاهم، بيريح امام عاشور عشان خاطر عنده مباراه يوم الثلاث اللي جاي، مباراه برده صعبه، اتحاد اسكندري فرقه اقوى، تمام، المجهود البدني ممكن يكون اعلى، فبالتالي انا محتاج كل لعيب موجود عندي. فطبعا المدير الفني عنده حسابات مختلفه غير حسابات الناس اللي بتتفرج على الماتشات. حسابات الناس الاهلي عايز يبقى كويس، حلو، الاهلي هيبقى كويس كل حاجه، بس الاهلي يبقى كويس ازاي؟ الاهلي يبقى كويس لازم اللعيبه دي يبقى يعني الريكفري بتاعها يبقى اسرع، اللعيبه لو انت كسبان تريح اللعيبه، لو انت ضامن المباراه خلاص في فلسفه خاصه بالظبط. وخد بالك الماتش اللي جاي يعني نوعيه الماتش ممكن تخليه يبقى نوعيه التشكيل يغير في التشكيل. فاهم قصدي؟ يعني المباريات مش كلها مش ممكن مش لازم تبتدي بنفس اللعيبه. المباراه العاليه شويه هتبدا بالتشكيل اللي تبدا فول تيم اللعيبه الاساسيه بالنسبه لك، المباراه الاقل شويه ممكن تحط لعيبه في السبستيوشن وتنزل لعيبه ثانيه تلعب تبتدي المباراه. يعني الامور هتقاس بشكل مختلف يا كابتن ايمن، مش هتبقى على نفس السياق ان انت عايز تكسب كل ماتش، لكن هتلعب كل مباراه بالمباراه بتاعتها. فاهم قصدي؟ انت مش في بدايه الدوري، انت فات السيزون، مجهود كبير، تمام، المباريات متتاليه ورا بعضها، فانت النهارده انا كمدير فني يتطلب الفتره الجايه فلسفه خاصه، فلسفه مختلفه تماما عن الفتره اللي فاتت. وخد بالك انت كمان انت مضغوط يا كابتن ايمن، مضغوط لان المنافس بتاعك انت بيني وبينك سبع ماتشات كده بقوا سبعه، ولو كسبتهم السبعه تبقى الفرق نقطه واحده بس. خد بالك، فدي برضو بتحط المدير الفني تحت ضغط كل مباراه زي مكسب، المباراه دي كاس بالنسبه لي، فالحمد لله على المكسب طبعا عدت. وكل مباراه اتمناها حتى لو هيطلع الاداء بالشكل يعني مش راضيين عن الاداء كلنا، اكيد الاداء متوسط او اقل من متوسط، ولكن الهدف الاكبر تحقق. المهم بالنسبه لي الجودز، المهم بالنسبه لي في الاخر انا بطوله، انا بسعى لبطوله الدوري العام. تمام، وهلعب كل مباراه بنفس المباراه بتشكيلها، بتشكيل المباراه نفسها، باداء المباراه نفسها، بتكتيك المباراه نفسها، مش عايز كل مباراه ابذل مجهود رهيب جدا عشان اروح في المباراه اللي بعديها وابقى داون، لا مش عايز ابقى كده، انا عايز كل مباراه اتعامل معاها كحاله خاصه. فاهم قصدي؟ مش كل مباراه بالنسبه لي هحاول العب بنفس التشكيل والعب بنفس الفرقه احط نفس اللعيبه والعب بنفس الاستراتيجيه، لا مش عايز كده، لازم كل مباراه اتعامل معاها يعني ككيس لوحدها. يعني مش شرط نفس اللعيبه اللي بدات النهارده وكسبت، مش بالضروره ان هي برضه اللي تبتدي الماتش الجاي، لا مش بالضروره. وخد بالك في ماتشات ممكن ما ابقاش انا اللي ببادر بالحته الهجوميه، في ماتشات ممكن انا العب زون ديفنس، تمام، وابتدي انا العب على الكاونتر. يعني المفترض ان الماتشات اللي جايه لضيق الوقت، تمام، يبقى الفلسفه مختلفه، مش لازم كل مباراه انا اللي بضغط طول الجيم،
في مباراه ممكن بلعب زون ديفنس، مباراه بقى يعني فاهم قصدي يا كابتن، مباراه هاجم، مباراه هاجم. احنا كلنا متفقين قبل الماتش ان احنا مش هنلاقي النهارده الايديا العاليه كلها. طيب نستاذنكم بس نروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، معلش اسف المقاطعه كابتن شريف، كان ليك كلام ومنها بعض النقاط الايجابيه في مباراه اليوم. ايجابيه الفوز. كويس. الكابتن بلال قال نقطه كده اتكلم فيها، قال لك مش شرط اللعيبه اللي بدات النهارده نلاقيها هي اللي هتبتدي الماتش الجاي. لا ده الايجابيه الاقوى بقى اللعيبه اللي شفناها النهارده تاني تايم. اللعيبه اللي هي نزلت، واحد زي طاهر بعيد قوي النهارده لقيته عمل لنفسه مشوار كده وقطم لجوه وكده، ده دي بين اللاعب وبين نفسه اللي هو بيبقى بعيد ده خالص، وبعدين ينجح في كوره واحده في كوره واحده خلال الفتره اللي لعب فيها تدي له بوشنج للماتش اللي بعده ان هو يبقى موجود. بس هو المطلوب اكتر من كده يعني. انا مش هحاسب دلوقتي انت بتأدي ايه وبتعمل ايه بعد الفتره الكامله بتاعت السيزون، خلص خلاص. انا لاضمين اتنين سيزون في بعض بيبتدي عندهم. احنا سيزون انجلترا خلص والدنيا خلصت وداخلين في دوري بطوله. لا احنا طرف. غير انجلترا. احنا سيتويشن تاني خالص. احنا مميزين. فانا النهارده دخول قفشه بالنسبه لي مهم قوي في الماتشات الجايه، هيخش خمس دقائق تسع دقائق الماتش الجاي هتلاقيه بيبتدي. مفاهيم مستر كولر النهارده اتغيرت، ودي حاجه بقى الايجابيات الكبيره بالنسبه لي. ان الراجل بيغير في الهاف تايم، كلكم قلتوا استحاله هيغير، ده غير اتنين ليه؟ حس ان نص الملعب عنده متاخد منه وفي توغل من الاطراف بالنسبه لل... بس ممكن يكون مخطط الاعمال ليه دور. هو ما غيرش الا عشان كده يا كابتن، هو حس ان في زيادات عدديه من فرقه فاركو عليه. خليني بس اوصل معاك لنقطه معينه للمستقبل اللي جاي. انت كل الفرق اللي هتلعبها بنفس فاركو كده ما عندهمش، احنا اتفقنا ما فيش حاجه يبكوا عليها. انا بلاعب البطل، انا بلاعب الاهلي، اليوم العيد بتاعي بلعب في اسكندريه وعلى ارضي، ها حط الحتتين بتوعي والبك بك بك. بس انت بتلعب ايه؟ 20 دقيقه 15 دقيقه هتتوفق فيهم الاتحاد ولا مش هتتوفق؟ انما الاهلي بيلعب ايه؟ بيلعب 90 دقيقه والوقت الضايع ما تأملوش الا مع الصفاره. لان هو دي شخصيه البطل اللي بيبحث على الفوز فقط، مش راح يتعادل مع الاتحاد في الاتحاد. سوري. انا مش بقول لك ان احنا هنكسب الاتحاد، ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله. انا مش باكد لك ان الحكايه سهله، لا مش سهله. بس كل الفرق هتعمل زي فاركو النهارده، مفيش حاجه تبكي عليها. وقلت لك هات فيهم جون هتلاقي الملعب فتح، امكانيات تفرق، تغييراتك تفرق، نوعيه لعيبك وسكاوتنج بتاعك يفرق عن كل شيء. فالنهارده في ايجابيات كتير جدا. سماع المدير الفني لعقله وللي حواليه وللواقع اللي هو بيمر بيه ولغيابات مؤثره في بعض المراكز، الباك ليفت عندك والسنتر فيرويد، صح ولا انا غلط؟ والحاله التعويضيه اللي هو بيفكر فيها في المراكز دي وتوفير الحاله النفسيه للعيب البديل، هي دي الفتره اللي فيها 48 ساعه عادله اللي مسموح لي، واقل كمان من تبقى قال لك 52 ساعه ولا 56 ساعة في الوقت. ايوه صح. ايوه ف 56 يعني اكتر من 48. ما هو عادل بيحسبها مظبوط، عادل جدا في ماشي. فاحنا في واقع مع بعض، احنا في عارف المركب اللي رايح اسوان؟ احنا رايحين اسوان. بنعدي بقى من الجيزه وبعد كده هنقابل المنيا وبعد المنيا بني سويف وبعد بني سويف هنخش بني سويف الاول قبل المنيا بني سويف وبعد رايحين المنيا. يعني انت راكب مركب، ها؟ كل يوم المركب دي فيها أكلة مختلفة، مش هنفضل ناكل حمام على طول. إنما أنت في واقع المدير الفني فاطن لهذه النقطة، ودي أهم حاجة النهارده بصراحة. بصراحة أنت عارف إن أنا لما بلاقي أي حاجة، ولكن أنا عندي واقع إن إحنا الفرقة بتاعتنا ملمومة. أنا عجبني حاجة النهارده أيمن في أول مباراة، إحنا ما عندناش كورة ولكن بتتقطع مننا، ابص الاقي اثنين ثلاثه رجعوا بيروحوا داخلين على اللعيبه كلها وفاسدين الفكر بتاع اي واحد عايز يعمل عليها هجمه. مش عارف الفرديات والواحد على واحد مقطوعه، تلاقي واحد راح عامل ريتيرن باك مكانه ودخل على الباك ليفت، بقى هو الباك ليفت عشان الثاني بقى ما يرجع نعمل حاله تعويضيه. الحاجات دي انا ما بشوفها في الملعب بتطمني انا.
ما بقلقش. انما كسل وتتقطع وشوح واكلم اقول له لا ما تلعبهاليش هنا، العبالي عندي. بس دي مش عاده لعيبه النادي الاهلي. مش قصدي، دي لعيب بيبقى فاقد البدني. بيبقى زهقان عايز كل حاجه صح. انما هو لو فوتبول يعني البدني بتاعه سليم، تجي له هنا هيروح، تجي له هنا هيروح، هيرقص واحد مره. النهارده اللي عجبني انا في الملعب اللي هو انا كان بالنسبه لي احسن لاعب في الملعب، ولكن طبعا امام عاشور خد اللقطه وخد الدنيا كلها. عمر كمان عبد الواحد عنده ثقه وعنده امكانيات وعنده بدني بيرشحه يلعب في اي حته في الملعب. هو دي الحاجات اللي انا محتاجها في الفتره الجايه، ومن الايجابيات الكبيره جدا. فاعتقد ان في غيره هتحصل من اللعيبه تجاه هذه النقطه يعني. وبالتوفيق طبعا ان شاء الله المباراه الجايه. طيب بمناسبه الكلام على عمر كمال عبد الواحد، انا كنت عايز اكلمك كابتن اسامه النهارده عن الدور الدفاعي والدور الهجومي لعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد، شفته ازاي النهارده؟ عمر كمال يعتبر من اميز اللعيبه النهارده. يمكن وقف وقفه غلط شويه في الجون اللي جابه جابر كامل. يعني الاوفسايد لو هو خطوه لقدام كان خلى الراجل اوفسايد، بس هو واقف. جابر كامل وقف على خطه تقريبا، لكن في ناحيه الجهد والحركه والنشاط اللي كان عاملها عمر ناحيه اليمين، بتكلم على مجمل اللعيبه اللي كانوا النهارده في الملعب، هو يعتبر من اميزه. بس هو عنده الافضل. ايوه، ما هو مش ما فيش حد النهارده بما فيهم امام على فكره، رغم امام جاب جونين على فترات على فترات برضه، يعني امام عنده احسن من كده. بس هو بالزبط. الجونين طبعا طبيعي ادوله طبعا رجل المباراه، رجل المباراه وافضل لاعب في المباراه. لكن انت لما بنتكلم على عمر وامام النهارده، عمر وامام وحسين الشحات، احنا بنقول افضل ناس في النادي الاهلي النهارده. ايوه، لانه في ناس كان بعيد خالص، لكن هم احسن من كده طبعا. لكن تقدر تقول ان عمر ادى الواجب العالي. يمكن كريم في الناحيه الهجوميه ما كانش واضح قوي النهارده. يعني ماتش الترجي كان افضل من كده. هو بيحاول، وهو كريم ميزته انه نشيط. يعني دي كوره من الكور اللي عملها ده ملخص الكوره المباراه، الكوره الاولانيه اللي كريم لعبها لموديس. بس هي دي جون طبعا 100%، لو موديس حط دماغه كويس جون 100%. كريم يمكن الناحيه الهجوميه ما كانتش عاليه قوي. بص يا عشان عمر كمان لعب واحد فين يا عشان بص عمر لكن فين. لكن هو نشيط يعني 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 ميزه كريم انه نشيط. أيوة. فما اقدرش اقول ان النهارده كريم واو يعني او كويس قوي او كده، ولكن في غياب علي معلول كريم وعمر كمان هم انسب ناس. وانا شايف ان المفروض برضو يدخل كريم الدبيس واحده واحده. بس هو في نقطه هنا. هو في غياب علي معلول كويس. هيبقى في صعوبه انك تلاقي ظهير ايسر يقوم بنفس اللي كان بيقوم بيه علي معلول بنفس الكفاءه. طبعا علي معلول مش بالسهوله. لا لا، في الوضع الحالي لا مش هتلاقيه بالسهوله. علي معلول من اهم لعيبه في النادي الاهلي طوال 7-8 سنين، مفتاح لعب 100%، بيوصلك للجون كتير جدا، مؤثر في الكرات العرضيه وفي عنده ذكاء غير عادي انه ينقل نفسه في النواحي الهجوميه. حتى لو احيانا النواحي الدفاعيه ما تبقاش جامده قوي، ولكنه بيعرف برضه يقف امتى، يهاجم امتى. لا علي معلول طبعا تاثيره كبير. انت عارف يا اسامه بقينا بنقيس لمؤاخذة بقينا بنقيس اداء علي معلول على اي واحد هيجي بعد كده. طبعا. انت فهمت قصدي؟ بقى هنا في برضه ايه يعني، انا راجل ممكن ابقى ديفندر باك ليفت ديفندر كويس قوي، والهجوم بتاعي بعد نص الملعب وباخد الكره الثانيه. أيوة. انما ما بوصلش لغايه الخط ايمن. يعني اجبرنا علي معلول ان انا اعمل الكروس واعمل البلاي ميكر فستايل علي معلول ده صعب قوي انك انت طبعا. ممكن تلاقيه عطيه الله اللي هو بيتكلموا عنه والكلام ده. برضه علي معلول فيه احسن من كتير يعني. ايوه اللي موجودين تغطيه لعلي معلول 100% لا، لكن الله اعلم ممكن تجيب حد تاني. ممكن يعني تستعين لا انا بتكلم في الفتره اللي احنا فيها وغياب علي معلول. لا الناس بتحاول. أيوة. يعني كريم وعمر كمال في الوقت الحالي طبعا دي عمر وقف غلط وحاول يغطي، بس هي
خبطت فيه وعدت من فوق الشناوي برضو فيها بس توفيق. بس انا هتكلم في النقطه دي بس بعد كده لان ده ملخص هنجيب بعد كده الحالات. ماشي. لان هنا لو انت شفتها هتلاقي 3 على 3. لا لا انت هتلاقي ياسر ابراهيم اللي وياسر رايح مع واحد ايه اللي راح هناك خالص ايه اللي وداه اسامه هناك عند الكره دي ده بس دي هنحللها بعد كده الراجل وياسر ابراهيم ساب مكانه. ماشي هنحللها بعد كده ده ملخص سريع. فان حد يغطي في مكان علي معلول 100% لا، لكن كريم وعمر كمال هم انسب اثنين. ولكن برضو مستر كولر لازم وجهه نظري انه يحاول يدخل كريم الدبيس تاني، يحاول يدخله كريم يعني مع المنتخب خد بالك بعد كده يعني انا بتكلم بعد كده انه في فتره كان بعده خالص يعني انه يبقى متواجد لانك انت هتحتاج عدد كبير. حتى لو كريم فضل يلعب او عمر كمال اتنقل مثلا الناحيه الثانيه وهاني جه الناحيه دي فترات برضه هتحتاج لانك ما تعرفش من زي ما قلنا اصابات لا قدر الله انذارات طرد حاجات كده ممكن فانت محتاج كل الناس يعني. فدي نقطه مهمه. انت سالتني برضه على ايه؟ لا غير عمر كمال. لا بقول لك على كريم فؤاد وعمر كمال. انا قلت لك عمر كمال انا شايفه ان النهارده يعتبر بنسبه كبيره سواء في النواحي الهجوميه يمكن دفاعيا مشترك طبعا في الجون او سبب رئيسي انه غطى الجون اللي جه فينا يعني، لكن برضه هو في الجون الثاني اللي عمله لامام عاشور عملها له كويس قوي وكمل كويس قوي لما اتلعبت عرضيه من كريم فؤاد وبعدين لعبها لتحت المعلول لامام عاشور ولعب اكتر من كره عرضيه خطر. وبعدين في ميزه دي من اميز الحاجات اللي عند عمر كمال بتلاقيه على طول عارف مزبوط. انت اللي هو الراجل الحيوي اللي في المباراه حتى لو بيغلط بيحاول يصحح الغلط مظبوط وبيجري بيحاول مزبوط. دي ميزه فيه فعلا ميزه كبيره جدا مظبوط. يعني انا حتى فرحت له جدا ان حسام حسن خده معاه في المنتخب بعد اصابه فتوح وكمان اشترك في المباراه الاخيره يعني في جزء منها. فهو لعيب كويس ومجتهد فعمل اللي عليه. قلنا كريم يمكن النواحي الهجوميه ما كانتش عاليه قوي النهارده لكن برضه بيحاول وبيأدي فيها بشكل مش وحش وأدى في مباراه الترجي احسن من النهارده لكن برضه حاول النهارده. طيب خلينا نكمل برضه الخط الدفاع كابتن عادل نتكلم عن محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. لا يعني ياسر كان بعيد شويه ورجوع ياسر هيبقى على فترات يعني انت عارف السرد باك والحارس المرمى يمكن بيرجعوا بعد مده شويه. الفرود ممكن يرجع بسرعه ممكن يجيب جون فرجع خلاص ممكن نص الملعب يعمل ثرو يجيب جون او يشوط كره على الجون بتقيس ازاي عوده لكن عوده المدافعين بتبقى في حته انك انت كل كره لازم ينجح فيها ودي بتبقى مستحيله بعد رجوع فتره يعني. فانت كمان بتحطه تحت عينيك يعني انت عمرك ما هتقول يعني الكره زي دي مده تضيعها. تمام؟ ايوه مش هتجيب سيرتها كتير. لكن كره ياسر اخطا فيها او اي سرد باك اخطا فيها وكانت هجمه عليك وتسببت في هدف هتفضل دائما معاك. فعلشان كده ال 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 السرد باكات والحارس المرمى او المدافعين بصفه خاصه بس اللي في القلب اكتر بيبقوا مؤثرين جدا المستوى الاخطاء بتاعتهم. لكن محمد عبد المنعم يعني بيلعب بخبراته دلوقتي تخيل محمد عبد المنعم عنده خبره كبيره يعني هو عنده اقتصاد في حته الجري كتير قوي حته ان هو بيبقى واقف عنده فكره انه يلعب بعينيه اكتر ما يلعب ويلعب ببقه اكتر ما يلعب برجله بمعنى بيلعب زي ان هو بيوجه الناس وبيوجههم كويس. حاجة تانية عجبتني انه بينظم اللعب علشان كده لما مستر كولر بعت له الورقة انه ينظم اللعبة من ورا ف يعني خد ثقة كويسة. عندك المدافعين الشوط التاني بقوا افضل من الشوط الاولاني هل علشان فرقة فرقه قلت في الناحية الهجومية وقل مجهودها البدني ولا هل انت اتحسنت وبقيت الافضل؟ ده اللي هنشوفه الفترة القادمة. الحاجة المهمة يا كابتن ايمن اللي انا عايز اتكلم فيها كلمة واحدة بس فضل. انه انت بتلعب كل مباراة وكل 3 نقاط ده دوري لوحده خلينا نبقى متفقين كاس
يعني مباريات كاس ودوري يعني انت بتلعب دوري. التغير اللي انا شفته من كولر النهارده في تغيير اللعيبه في بدايه الشوط الثاني ده تغير ايجابي. تمام. اتمنى ان في حاجات تانية يعني زي مثلا ناس تبدا مبارياتها تبدا مباريات زي قفشه زي كهربا يبداوا من الاول. قفشه على ممكن جنب امام, كهربا على مده يعني حتى يعني هنفضل انك انت تخلص المباراه بقوتك الاول. أيوه. نتكلم على وسط الملعب ودور احمد نبيل كوكا وامام عاشور ومروان عطيه كابتن بلال. مفيش شك ان اي فريق منظم, اي فريق بيضغط, اي فريق بيبقى عنده تماسك في الناحيه الدفاعيه وعنده باع في الناحيه الهجوميه, تمام, خاصه الفرق اللي بتعتمد على بناء الهجمات لازم يكون عنده نص ملعب جيد. طبعا لازم, مما لا شك فيه يعني. فالنهارده ما كان ما يميز فرقه النادي الاهلي الفترات اللي فاتت دي كلها او حتى السنوات اللي فاتت, مش بس الفترات اللي فاتت دي, انك بيبقى عندك نص ملعب كويس, نص ملعب بيكمل في الهجمات, نص ملعب بيساعد في بناء الهجمات, نص ملعب كمان بتلاقيه دايما في يعني مكمل في الحته الهجوميه بيسجل اهداف. يعني عندنا جت فتره كان حمدي فتحي كان ما شاء الله كان كل مباراه يا بيصنع يا بيسجل, وده كان بيلعب 8, خد بالك ما كانش بيلعب كمان صح. مركز 10. النهارده امام عاشور بالتوصيف الجديد بالنسبه له اصبح لاعب مهم جدا في نص ملعب, وهو هو اللي بيعمل حلقه الوصل. عندك مجدي قفشه برده من اللعيبه اللي بتعرف تلعب في حته 10 وبرضه بيلعب في حته 8 لو احتجت له. فعندك النهارده نص ملعب النادي الاهلي الفترات اللي فاتت نص ملعب جيد, بس في لعيبه في وسط الملعب بتبقى ادوارهم مؤثره. ده انت بتتكلم على الادوار الهجوميه ولا الدفاعيه؟ الاثنين. ده مليار في الميه, خد بالك في وعلى حسب, خد بالك المدير الفني هو عايز ايه وبيلعب بأني شكل. في مدير فني يقول لك انا عايز العب 2-6 تمام, وقدامهم مثلا واحد بلاي ميكر, وفي مدير فني يقول لك لا انا عايز العب 1-6 بس, وعايز العب 10 1-8 كمان, زي ما بيلعب تمام. في بعض تمام. الاوقات بيلعب لما امام عاشور هو اللي بيتطرف تمام ناحيه الشمال, وبيلعب لما كان علي معلول موجود فبيلعب هو حته 8 دي مزبوط. فبيكمل مظبوط. ما انا مش حاضر اطلب من مروان مثلا اللي هطلبه من امام عاشور, او من كوكا اللي هطلبه من امام عاشور. هي كواليتي يا كابتن عيد, خد بالك انا برضو في الاول وفي الاخر بيحكمني كواليتي اللعيبه. يعني انا كنت سمعت يعني تحليل جيد جدا لانشيلوتي, كان بيتكلم على لعيبه نص ملعب, بيقول لك انا قبل ما يجي زين الدين زيدان كنت بلعب 4-4-2 تمام. فلما جه زين الدين زيدان اجبرني ان اغير طريقه اللعب والعب ببلاي ميكر تحت اثنين راس الحرب عشان امكانيات زين الدين زيدان, عشان قدرات وامكانيات زيدان. وهي دي المدربين اللي بيبقوا فليكسبل في الحته دي تمام, هو ده اللي بيعرف ياخد بطوله, هو ده اللي بيعرف يكسب, هو ده اللي بيفكر لصالح الفرقه. انما النهارده المدير الفني يقول لك ايه, انا 4-4-3 مش هلعب غير دي, مش هيسمع كده. في حاجه اسمها الكواليتي بتاعت اللعيب بتاعي عامله ازاي, ابني انا ببني على الكواليتي بتاعت اللعيب بتاعي, دي رقم واحد. رقم اثنين على الفرق اللي قدامي. طبعا رقم اثنين دي مش رقم واحد, رقم اثنين انا امكانياتي اللي هو خد بالك انا بتكلم على الفرق الكبيره مش الفرق الصغيره. أي. الفرق الصغيره انا ببني على اللي قدامي 1 و2 و3 و4 و5 تمام, وبعد كده بدور انا عندي ايه. لكن الفرق الكبيره بتبني رقم واحد, انا عندي مين, الكواليتي بتاعتي ايه. نفترض يعني في وقت من الاوقات كان اليوفي كل العالم بيلعب ب 3-4-3 واليوفي ب 4-3-3 واليوفي وصل للفاينل تشامبيونز ليج ب 4-4-2 تمام, عشان عنده اثنين راسين حربه جامدين جدا تمام. فالنهارده يا كابتن ايمن انا بيحكمني اللعيبه اللي عندي امكانياتها وقدراتها ايه, هي دي اللي تخليني يعني تخليني انا كمدير فني اختار الفورميشن اللي انا عايزها. هلعب 4-3-3 4-4-2 4-2-3 1 5-4-1 3-4 اي طريقه بس من الطرق. انت في نادي كبير ممكن اللعيبه اللي عندك او القماشه اللي عندك تبقى متاح عندك حلول كتير جدا تلعب بيها. بس خد بالك انت في نادي كبير طبعا القماشه تبقى متاحه, لكن انت في مصر القماشه مش متاحه. انت في مصر بشكل عام القماشه مش متاحه, انت ما عندكش باكات ليفت في مصر تمام, باكات رايت قليله جدا في مصر, رقم 10 في مصر قليل جدا, الفيروت في مصر قليل جدا. انت بتتكلم يا كابتن ايمن في ان انت مثلا لما تيجي تختار حتى المنتخب مصر من الدوري العام المصري بتقعد في حيره, مين يا جماعه يلعب 10 ما تلاقيش, طب مين راس الحربه ما تلاقيش, طب مين الليفت وينج
انت ليه انت مصر كلها 120 مليون ما فيهاش واحد بيلعب شمال يلعب في منتخب مصر. مصر كلها 120 مليون نسمة بمحترفيها بالدوري بالدوري الفيرست ديفيجن بالسكند ديفيجن باي حاجه بالاولمبي بكل حاجه ما عندكش لعيب يلعب شمال؟ لا عندك حمدي عندك فتوح يعني خدته المنتخب لعب معاك وانا النهارده يبقى عندي مثلا انا اسف انا بكلمك في لعيب كواليتي عالي قدراته وامكانيات كبيره تمام لعيب بيلعب منتخب مصر يلعب قدام فرقه زي يعني يلعب يعني فاينل مثلا افريقيا يلعب تصفيات ودي كاس العالم هو ممكن يكون أنا امكانياته كبيره ولكن هو ما بيظهرش بالشكل اللي احنا نتمناه منه يبقى امكانياته مش كبيره لا وانا مع بلال في حاجه في فعلا مراكز مع المنتخب المصري مش موجوده فعلا عايزه جهد كبير قوي يعني راس الحربه ده لما انت بيغيب مصطفى محمد وانا شايف انه اقرب حد تاني محمد شريف انت في معاناه عايز وقت عقبال ما تكتشف واحد يبقى هو راس حربه منتخب مصر معاهم ايوه انت بتتكلم لما عشرة بيحصل رقم 10 رقم 8 و8 هو امام عاشور رقم واحد وزيزو اساسا جناح لكن احيانا بتستغله طبعا كتمانية غير كده ما بتلاقيش 8 دي بسهوله برضو اللي هم اللي بيلعبوا شمال ويمين ويكملوا ويرجعوا دي برضو قليله زي ما بلال بيقول الباكات اللي على الاطراف فيها مشكله السرد باكات بقت بعد اصابه حجازي يعني كبر حجازي واصابته والونش تبقى مشكله بتدور على يعني بمعاناه قبل يعني محمد عبد المنعم طبعا بوضوح ودلوقتي ما شاء الله في رامي ماشي وان شاء الله ياسر يرجع في ناس بس برضو دي عامله يعني مش مليان مفيش كومبيتيشن يا كابتن في كام كذا مكان مفيش منافسه يا كابتن وانا النهارده انا عندي لعيب ولا اتنين يبقى هم دول القماشه اللي انا بعتمد عليها ولا لازم يبقى انت مثلا انت كمدير فني عندك حيره عندك خيارات كتير خمس ست لعيبه عندك خيارات مين ولا مين ولا مين ولا مين فاهم قصدك يا كابتن الكابتن حسن شحاته انت نص الملعب كنت بتلاقي زيدان بره كان عندك 8 لعيبه زيدان بره مظبوط لعيبه كتير قوي حسام غالي بره مش عارف مين مثلا بيلعب ابو تريكه وشوقي واي واحد تالت وتلاقي مثلا 3 4 قاعدين بقى احمد حسن حسني وحسني عبد ربه واحمد حسن واحمد حسن وفي بقى حسام عاشور وفي ناس كتير وحسام عاشور ما كانش بيروح رغم ان حسام اعلى من الناس دلوقتي في المنتخب ما كانش بيروح كتير عشان دول كانوا مليانين كان جيل قوي طبعا بركات كجناح كان جيل قوي فكان عناصر لا كان اختيارات كتير اختيارات كانت كتير مظبوط فدي ايوه بس خلي بالك يعني دي في كل حته يعني انت بتتكلم برضو هل المنتخبات الافريقيه دلوقتي زي المنتخبات ايام الكابتن حسن يعني 2006 ساحل العاج احنا مش بنقول لا يعني 2006 ساحل العاج الكره المصريه لا انا بتكلم ما انا بكلمك في ايه لا لا الوضع واحد لا الوضع واحد يا كابتن المغرب اهي المغرب اهي مستويات عاليه جدا اوكي الوضع واحد السنغال مستويات عاليه جدا لا لحظه لحظه لا يا كابتن في لا لا في بص يا كابتن في افريقيا الوضع مختلف افريقيا كل 3 4 سنين تلاقي منتخب بقى ما انت من ضمنهم ما انت كنت الفتره دي كان عندك عدد من اللاعبين كافي زي ما الكابتن اسامه بيقول ولكن انا بتكلم في حاجه مهمه جدا انت مش بالصوره ان ما عندكش لعيبه لا كتير للمنتخب لا لكن الانديه يعني لا هديك انا ما بقولش ما عنديش بس في انا ما بقولش ما عنديش بس انا بقول في مراكز فيها نقص وعايزه يعني معاناه شويه انك تلاقي المكان اللي هو يملى يعني يملى اللاعب دولي يملى المكان بص يا كابتن يعني اسامه دلوقتي مثلا احنا اتكلمنا على المنتخب مصطفى محمد انت عندك تريزيجيه يقدر يلعب راس حربه ويكسر الدنيا لا يعني لحظه وتقدر تعوض تريزيجيه بمرموش ماشي لكن لا. غير بقى لا مش لا ماشي, ماشي. تريزيجيه ما لعبش راس حربه لا 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 هو ماشي وخلاص لا لا مش لا يا عادل بدا الكواليتي بتاعته ما تنفعش يا عادل يا عادل يا عادل بص يا عادل بص يا عادل يعني احنا مثلا لما بنتكلم على الجيل اللي احنا اتكلمنا عليه كان بلال موجود عماد متعب موجود حسام حسن موجود محمد فاروق محمد فاروق موجود عمرو زكي موجود عبد الحليم علي موجود عبد الحليم علي موجود وليد صلاح عبد اللطيف ميدو موجود عندك سبعه روس حرب يعني في ناس كانت بتتظلم في ناس كانت بتتظلم ان ما بتروحش مظبوط عشان في بسبب الوفره بسبب الوفره انت دلوقتي لا في معاناه شويه وايه اللي حصل؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ ضعف الدوري العام المصري هو ده السبب ضعف الدوري العام قله المدربين الجامدين قله المدربين الكويسين
ده دخول البيزنس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الانديه، دخول البيزنس في الانديه والانديه الاستثماريه اللي ما بتطلعش. انا بقول لك يا كابتن بيحصل السبب الحقيقي، السبب الحقيقي هو في قطاعات الناشئين. انا بقول اهو، ما هو لسه بقولها يا كابتن. أيوة. الانديه بتقول لك انا هجيب مستثمر ياخد يشتري فرقه. تخيل فرقه المقاولين العرب، القطاعات الناشئين في المقاولين العرب بيبقى معظمها فرقات استثماريه. طيب المقاولين العرب اللي كان من بس بس نوضح بس للناس يعني ايه، عشان بس ايه الموضوع فيهاش غلط. الفكر الاستثماري ده معناه ايه؟ تجيب واحد ما عرفش يلعب تدفعه 20,000 جنيه مثلا او 30,000 جنيه وياخد الكارنيه، اهو ده الاستثمار. عشان بس الناس ايه تفكر ان الاستثمار يعني استثمر في اللعيب. بنتكلم يا كابتن في حاجه مهمه قوي. احنا لما جينا كنا بنختبر لاعبين كل سنه عن سنه بتفترق كتير، لدرجة ان احنا وصلنا كنا بنختبر سنوي في النادي الاهلي. كابتن اسامة كان موجود معانا في الاختبارات كتير. طول السنة بنختبر حوالي يجي 100,000 لاعب. ما بلاقيش 2-3 لعيبة. ليه؟ ده فوق قطاعات الناشئين. انت بتتكلم على الساحات الشعبية ما فيش. انت بتتكلم على المدارس، ملاعب جوه المدارس في الـ في الـ في المدارس زي زمان ما فيش. دورات الدورة المدرسية دي او الدورات البطولات اللي ما بين مدارس ومدارس ومدارس كان بتطلع لعيبة كتيرة. اللعب في الشارع كان بيطلع لعيبة كتيرة جدا، دي حقيقة. انت كل حتة كان فيها الناس اللي بتلعب الكرة الشراب والحاجات دي، كل ده مش هيتعوض. انت محتاج انك انت تصيغ عشان الزمن اتغير، لازم يبقى عندك قطاع ناشئين. مش كل مدرب يخلص كورة ترميه في قطاع الناشئين، قطاع الناشئين أخطر من الفريق الأول. كولر المدرب اللي ماسك ال 15 سنة يجب إنه يتراعى أكتر من كولر، لأنه كولر هيكسب لك ولكن مش هيكسب لك فلوس. أنت اللي هتوفر لكولر الملايين والمليارات. لولا قطاع الناشئين في النادي الأهلي طلع 40-50 لعيب في السنين اللي فاتت، لو ضربتهم هتلاقيهم يدخلوا في 3-4 مليار جنيه. منهم حسام عاشور وحسام غالي وعماد متعب واحمد بلال وكل الناس دي الصغيرين اللي كنا بنطلع، حسام عاشور بنطلع فيهم. دول لو كنت اشتريتهم بفلوس كنت هتشتريهم كتير قوي. صحيح. يجب قطاعات الناشئين يرجعوا تاني يهتموا بيها اهتمام خاص علشان تطلع منتخب قوي. دي نقطه مهمه جدا طبعا. مهمه طبعا. طيب بيشرفنا الان زميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام مباراة اليوم. مساء الخير يا محمد نور. مساء الخير يا كابتن ايمن. مساء الخير على الكباتن. طبعا مبروك للنادي الاهلي. كنا بنقول ان ده محطه مهمه جدا لسويتشنج اللي حصل طبعا بعد بطولات ومسابقات مختلفه. نتكلم على العوده بقى من 4 ماتشات في الدوري، بعد كده دخلنا على فاينل افريقيا، بعد كده منتخب مصر ومعظم سكواد المنتخب طبعا من النادي الاهلي. فبالتالي يا كابتن عوده مهمه، فوز مهم، اهم حاجه ايجابيه النهارده زي ما حضراتكم وصفتم بالظبط كده كابتن شريف. الثلاث نقاط كابتن اسامه كلكم حضراتكم اتكلمتوا النهارده. اول حاجه او نقطه ايجابيه كارقام، ثلاث نقاط مهمين جدا. نبدا بقى نخش في اجواء الدوري. الثلاث نقاط دول حصل فيه طبعا كابتن ايمن قفزه بخمس مراكز. خمس مراكز اصبحنا في المربع الذهبي. لا بس هنا بقى المربع الذهبي مختلف. صح. يعني هم لاعبين كم ماتش بالظبط هنا بالزبط. بقى لو هنتكلم على ارقام، لا ارقام هنا ايجابيه جدا لما تكون في المركز الرابع. يعني بنتكلم دلوقتي بنتكلم 36 صح، يعني 36 نقطه. 36 نقطه زي ام بي بس احنا فرق الاهداف فقط. مظبوط. امامنا مين؟ امامنا زد لعبوا 23 مباراه ب 37 نقطه. بنتكلم قبلهم طبعا مركز ثاني المصري 24 مباراه ب 39 نقطه. انا عايز اتكلم على المصري وزد 39-37 الاهلي 36 في المركز الرابع. طبعا بيراميدز من 23 مباراه. بتكلم على الثلاث فرق اللي سابقنا في المربع الذهبي لعبوا 23 مباراه و 24 مباراه. لا وفي حاجه كمان برضو ان شاء الله ان شاء الله يعني بدون مقاطعه، لو النادي الاهلي كسب اتحاد سكندري الماتش اللي جاي انت بقيت في المركز الثاني. مظبوط. يعني من اقل عدد مباريات مقارنه طبعا بالفرق اللي معانا في المربع الذهبي. ده بيدلل بالارقام ان نسب الفوز ونسب الحصول على النقاط من عدد مباريات قليله هو اعلى جدا لو النادي الاهلي. ده بيعكس بقى المعدل التهديفي. يعني احنا كنا بنتكلم يا كابتن ايمن قبل المباراه ان الاهلي كان ثالث اقوى خط هجوم. النهارده وصلنا طبعا للهدف كام بقى؟ احنا وصلنا النهارده
يعني للهدف يعني 37 أصبحنا في المركز الثاني. أعتقد النهاردة سيراميكا هي ال 37 والبيراميدز 37. النهاردة الأهلي سيراميكا النهاردة جابت جول بقت 38 بالظبط. بقت سيراميكا 38 مزبوط. الأهلي 37 نادي الأهلي وبيراميدز 37 وبيراميدز قد بعض مظبوط. فبنتكلم إن إحنا الثاني أقوى خط هجوم 37 هدف من ال 16 مباراة. فمعدل تهديفي فوق الهدفين عالي جدا. ده بالنسبة للنادي الأهلي في 16 مباراة مقارنة طبعا هم 23 و24 مباراة. فده برضو نقطة مهمة جدا هو المعدل التهديفي. طبعا كنا بنتكلم ان النقطة بقى اللي احنا كنا عايزين ودايما كنا بنقف عليها مع حضرتك هو استقبال الاهداف. مظبوط. استقبلنا 17 هدف في ال 16 مباراة وستيل احنا اربع مباريات بس كلين شيت في ال 16 مباراة. وهنا بقى اللي علامة الاستفهام اللي لازم ناخد بالنا ان احنا معدل استقبال الاهداف يعني شغال معانا كل مباراة تقريبا بنستقبل هدف. فده طبعا النقطة اللي محتاجة طبعا نركز عليها علشان طبعا نكتر معانا من المباريات اللي هي بالكلين شيت. دي معظم الأرقام الإيجابية بشكل عام عن وضع النادي الأهلي في مسابقة الدوري والترتيب والمعدل التهديفي ومعدل استقبال الأهداف زي ما قلنا كابتن أيمن. ولكن احنا دلوقتي كلها أرقام إيجابية. ثلاث نقاط مهمة جدا جدا حطت النادي الاهلي مره اخرى طبعا في اجواء الدوري. عندنا يوم الثلاث مباراه يوم الجمعه مباراه طبعا حضراتكم وصفتوا ضغط المباريات دوت. ولكن انت عارف لما تخش بقى اجواء المسابقه المحليه والتركيز فيها اعتقد هيكون في طبعا مردود ايجابي بشكل افضل من كده. اتكلمنا ان السكواد لان انت مركز كمان على بطوله واحده دلوقتي خلاص بالظبط هي بطوله الدوري. صحيح يعني سكواد بدا يرجع. شفنا طبعا المعدات البدنيه حتى وضحت على وظهرت على معظم اللاعبين خاصه في الشوط الثاني لان الارقام بتقول لنا الشوط الاولاني حاجه الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص. صح. حتى الاستحواذ راح في الشوط الثاني لفاركو. يعني مش ده طبعا نتيجه يعني او تظهر النتائج الايجابيه بتاعه المباراه. ولكن زي ما بنقول في ظروف كبيره اتوضع فيها النادي الاهلي خلت الشكل النهارده من ناحيه الاداء خاصه في الشوط الثاني مش الافضل لو كنا نتمناه. ولكن انت حققت الهدف من المباراه اصلا. مظبوط. هدف صحيح. لا ده هدف ب 17 يعني هدف ثلاث نقاط قلنا خمس مراكز بوضع مختلف تمام. صحيح. يعني نستعرض بقى مع بعض ارقام المباراه كابتن ايمن كباتن برضه عشان نشوف اهم النقاط الايجابيه اللي النهارده ظهرت في المباراه. طبعا بعد الفوز 2-1 استحواذ بعد نهايه الشوطين طبعا راح لنادي الاهلي 52 مقابل 48% لفاركو. ركنيات النهارده ده يعني من اضعف المعدلات في الركنيات بالمباراه. النهارده خمس ركنيات فقط للنادي الاهلي مقابل ركنيتين لفاركو. تسلل واحد واثنين طبعا ضد فاركو. بالنسبه للمحاولات والتسديدات حتى معدل التسديدات النهارده ما كانش الكبير قوي. يعني في 9 تسديدات من النادي الاهلي 6 اون تارجت وده الست على ثلاث خشبات هو ده بقى معدل ايجابي. يعني ما شفناهوش في معظم المباريات السابقه في الدوري بدقه 66%. الناحيه الثانيه 7 تسديدات من فاركو 2 بس على ثلاث خشبات ما كانوش يعني بيشكلوا خطوره بشكل كبير 28%. الفرص بقى الكبيره المحققه الاهلي 2 منهم واحده طبعا تم احرازها. هنا بتتكلم على الفرص اللي كانت فعلا ممكن تترجم لاهداف. شفنا مودست طبعا في اكثر من ظهور النهارده. فاركو ما جالهاش الفرص الخطيره قوي اللي هي بس الفرص الكبيره المحققه اللي هي ما جاتش جول. ما جاتش جول يعني بنتكلم بالظبط لان الاهداف خلاص الهدف اتحسب خلاص اتحسبت مظبوط. فاحنا بنتكلم على اللي هو ما كان في فرصه ان انت تحرز هدف كمان. الاثنين دول اللي هم اللي بتوع مودست كان في اثنين لمودست طبعا لمودست. يعني بشكل كبير كان العرضيه بتاعت حسين الشحات والثانيه اللي كانت وفي واحده كمان ما اتحسبتش قوي ان هي كبيره محققه اللي كانت على الراس لو كان وضع راسه ولكن هي اتحسبت فرصه عامه يعني بشكل عام مش محققه. مش محققه. الاهداف المتوقعه كان ممكن يصل الاهلي النهارده لثلاث اهداف بالنسبه لفاركو يعني هدف تقريبا يعني. التمريرات الصحيحه النهارده الاهلي يعني عمل 375 تمريره صحيحه وصلت دقتهم ل 83%. النهارده بقى هنفصص التمريرات دي شويه عشان ده كابتن عادل دايما بيبص على الناحيه التكتيكيه في التمريرات. فعشان كده كابتن عادل احنا هنتكلم على التمريرات بقى الكاسره الخطوط والتمريرات جوه منطقه الجزاء وفي بس قبل التمريرات الصحيحه. التمريرات الصحيحه لفاركو برضو نسبه عاليه جدا يعني 424 تمريره ده عاليه جدا بالنسبه لفاركو منهم 336 صحيحه. أيوه. ولكن الدقه عندهم النهارده هو ده مختلف عن فاركو. يعني قبل المباراه كنا بنتكلم مع حضرتك أيوه. ميصل 290 تمريره صحيحه بالزبط. كمتوسط
في المباريات كلها. والاستحواذ عندهم في افريج المباريات يا كابتن كان وصلوا ل 46% من الاستحواذ، الاهلي وصل 60%، انا بتكلم على اجمالي المباريات ومتوسط بالمباريات. النهارده كان شيء غريب، النهارده الفاركو خاصه في الشوط الثاني كان في تمريرات، ولكن التمريرات دايما دايما بنشرح مع حضراتكم عندهم تمريرات بينيه الباك باسس مع عندهم ده بي 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 يعني بيعلي اعداد او التمريرات بشكل عام، وده بقى اللي هنشوفه في الجزئين الجايين. طبعا التمريرات الطوليه، لا نرجع تاني علشان في نقطه مهمه هنا، التمريرات داخل منطقه الجزاء، في تاتشز لمس الكره داخل منطقه الجزاء، دايما المدربين او الفنيين بيبصوا على الحته دي، انت جوه منطقه الجزاء لمست الكره كم مره وكان بيشكل منهم خطور. الاهلي 19 مره، فاركو 15 مره، تخيل. فالنهارده التمريرات الشوط الثاني كان في كم لمسه عندهم في داخل منطقه الجزاء. نكمل علشان نشوف التمريرات بقى في الثلث الاخير كان شكلها عامل ازاي. يعني تخيل بقى في الثلث الاخير من الملعب كان في 114 تمريره للنادي الاهلي، منهم 75 بشكل صحيح بدقه 66%. انا بتكلم على التمريرات في الثلث الاخير بشكل عام. مظبوط. الثلث الاخير طبعا الاهلي ده معناه الثلث الاخير ناك عند المنطقه في الجزء الدفاع عند فاركو، والعكس برضو عند فاركو 82 بس يا كابتن، منهم 47 بشكل صحيح بدقه 57%. ده بيقول لك ان الارقام من ناحيه التمريرات كانت كتيره، استحواذ كان مقارب من النادي الاهلي، ولكن التمريرات في الثلث الاخير ما كانش عالي. ده بالنسبه لفاركو فما شكلتش الخطوره، بالتالي الاكس جي عندهم والفرص الكبيره المحققه زيرو، يعني ما كانش فيه بالظبط. فده برضو كان نقطة مهمة جدا في التحليل لازم نقف عندها. العرضيات النهاردة يعني شفنا شكل كبير، كنا بنتكلم مع حضرتك ان الفريق ده بيلعب عرضيات، شفنا طبعا بالنسبة لهم اعتمادهم شكل كبير جدا على الأظهرة والعرضيات، فعندهم 16 عرضية منهم بس 4 بشكل صحيح دقة 25%. الناحية التانية الأهلي ما عملش كروسات المتعودين عليها حتى الدقة، يعني 3 بس منهم تخيل بشكل صحيح الدقة وسط 21%. تصديات حراس المرمى 4 شالهم حارس مرمى فاركو، والناحية التانية النادي الأهلي 2 فقط. الكسب الكرة واسترجاع الكرة البري كافري النهاردة كان عالي، وده اللي احنا كان ملاحظ عليه عند فاركو وأرقام فاركو في الدوري. اتكلمنا مع حضرتك قبل المباراة هم بيمتازوا في الحتة دي، في الضغط واسترجاع الكرة عندهم بيعملوا أرقام منها كويسة جدا، وقد يقارب طبعا رقم النادي الأهلي في كسب الكرة النهاردة واسترجاعها بشكل عام. حتى الاعتراضات عندهم برضو اعتراضات، عندهم بلوكات، عندهم ابعاد للكوره النهارده، ادي يعني اعتراضات 5 النادي الاهلي 9، عندهم ابعاد للكوره 9 اما الاهلي طبعا 14. فبتلاحظ ان من ناحيه الاسترجاع الكوره وكسب الكوره فاركو دايما مقارب من النادي الاهلي، وارقامه على مستوى الدوري بشكل عام جيده جدا. ده الشكل الدفاعي والشكل الهجومي والاستحواذ وبالنسبه للتمريرات. بس ارقام فاركو مفاجاه لينا النهارده، صحيح ما كناش متوقعينها قبل الماتش. حضراتكم قلتوا في الشرح الفني كابتن بلال الكباتن كلهم ان كان في جيم مفتوح، ما دام في جيم مفتوح لازم يبقى في تمريرات كثيره، في يعني كروسات، في يعني ناحيه هجوميه كانت باينه بشكل كبير، وده عكس الارقام او الارقام بتعكس طبعا الناحيه الفنيه. يعني ده بشكل عام احنا كنا بنقول بقى قبل المباراه كابتن سريعا ان من اهم نقاط الضعف عند فريق فاركو هو تقدم الاظهره الظهرين. بالتالي في مساحات كبيره جدا في خط الظهر عندهم، خاصه ورا طبعا الباك اليمين جيفرسون انكادا النهارده ما كانش بيلعب ظهير ايمن، يعني تقريبا كان في نص ملعبنا على طول. صحيح، يعني انت دايما اقول هل في باك يمين بيكون انسايدر، يعني دايما الاقيه يعني طب خلي ده للوينج، يعني الوينج دايما هو كان بيلعب وينج وبيخش دايما وموجود في كل مكان. بالتالي بقى احنا عايزين نستعرض مع حضرتك، انا عندي حالات كتيره جدا لانكادا بالذات ووراك الدنيا عامله ازاي. ايوه، فهنبدا من اول الدقيقه 2 والدقيقه 6 في بدايه المباراه، وده اللي احنا كنا بنراه مع حضرتك. لو نستعرض الحالات مع الشباب في الدقيقه 2 لسه في بدايه المباراه حصل البركة هنا، يعني نقف هنا، اتلعبت في ناحيه اليمين طبعا من عمر كمال، بس لو بصينا بقى ناحيه الشمال خلف انكادا، شوف انكادا فين يا كابتن؟ في نص الملعب، في نص الملعب، ووراه بقى خلاص في مساحه كبيره جدا هنا طبعا دقه التمرير، او كان في قرار من عمر كمال ان هو يلعبها ناحيه اليمين، ده اللي احنا كنا بنتكلم مع حضرتك. نفس الكلام خلاص، يعني نكمل نخش على الحاله اللي بعدها طبعا اتلعبت نفس الكلام هنا، لو كان في دقه اكتر فين انكادا برضو مش مهتم بالجانب الهجومي بس، فبالتالي الباك اليمين المساحه وراه او في يعني شوارع. نفس الكلام هنا بقى بنتكلم على الضغط، يعني نقف
يعني قبل الضغط دوت كان كرة طبعا مع فاركو هنا في حاله نقف هنا يا كابتن. دايما يا كابتن شريف نتكلم مع حضراتكم، اتكلمت في النقطه دي مع ايمن مظبوط، يعني دي كابتن شريف برضو اتكلم عليها، وده طبعا المتعودين عليه من النادي الاهلي، الضغط المزدوج، الضغط الجماعي، الاسترجاع الكره والبور ريكفري، وده يمتاز بيها النادي الاهلي، الارقام بتقول لنا كده بصراحه. يعني بنتكلم على البور ريكفري سريع جدا، وبناخد الكوره هو طبعا اللونج بولز عايزه سرعه شويه في اتخاذ القرار، هتلاقي فرص كبيره والنتائج افضل. نفس الكلام برضه هتلاقي انكدا في نص الملعب هنا وناحيه اليمين او الشمال النادي الاهلي طبعا فاضيه تمام. يعني انا بس نستكفينا بانكادا عشان احنا قبل المباراه اتكلمنا عن النقطه دي واظهرناها ان كان ممكن نستغلها بشكل افضل النهارده، نحقق فيه طبعا سكور كبير، ولكن طبعا الثلاث نقاط هي الاهم. الحمد لله رب العالمين، عقبال كل مباراه ان شاء الله. كل سنه طيب يا باسل. سنه حضراتكم طيبين، عيد اضحى سعيد على حضراتكم وعلى يعني جمهور النادي الاهلي والمصري كلها. كل سنه حضراتكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، متشكرين جدا، شرفتنا يا باسل. شكرا. طيب كابتن شريف، الفتره اللي جايه عندنا نادي الاتحاد ان شاء الله يوم تمر وقفه عرفه باذن الله، وصيام واستشفاء كلام كتير هيحصل بعد بكره. بس انت والكابتن بلال اتكلمتوا على نقطه مهمه جدا، وقلت مش شرط اللي يكسب بيه النهارده يلعب بيه الماتش. لا لازم هيبقى في تغيير في التشكيل، ممكن هو في حد ذاته يصمم على لعيبه معينه، ولكن هو النهارده تعرض ان الفرق بتلعبه مفتوح، الفرق بتهجم عليه، الفرق ما بتستناش تبقى رد فعل للفريق. هو النهارده جاله كالتشر كده، جاله وجه مش متعود عليه، فشايف ان الدنيا المسافه بعيده قوي، 8 ماتشات ولا 9 ماتشات كمان، ها هيقابل كل يوم فريق شكل ومدرب شكل وتفكير شكل تاني خالص، فهو لازم يبقى مستعد بفرقتين. هو لازم يغير الفلسفه بتاعته برضه. ما بلال قال لك انا مش لازم العب 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا 4 4 2 ولا، هو كل مره كويس هيبقى عايز حاجه معينه من دراسه الفرق اللي انا بلعبها كمان. يعني فريق الاتحاد غير فريق فاركو، نص ملعب الاتحاد غير نص ملعب فاركو، عنده شواهد كده هيتفرج عليها، منين انا هعمل الزيارات، منين انا هوفر لنفسي ولاعيبتي المكسب، لازم اوفر الاسلحه من اول 45 دقيقه، يعني اشوف الاقوى عندي بدنيا فين واللي جاهز. يعني النهارده اتفرجت على كذا لعيب لقيتهم اوت فورم، اوت بوزيشن، رضا سليم واحمد نبيل كوكا، مفيش الانفرام، خدت بالك جوه الحكايه، مفيش الشخصيه المفاجاه، ده غصب عنهم. انا مش بقول انا بقيمهمش، انا مش بقيم لعيبه، ولكن في لعيبه النهارده من اول لحظه زي عمر كمال عبد الواحد مدخل نفسه، مجهز نفسه وعامل الحاله استدي محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم قاعد يجري في كل حته ومع عايز يثبت ان هو رجع تاني عشان ده كتير او ما بيلعبش، ففي عايز ايه انت؟ لا مش عايز اتكلم على لعيب معين. لا مش هتكلم. ف حسين الشحات نفس الكلام، بياخد الكره وعايز يعمل كل حاجه، يعني عايز يعمل شكل، عايز يعمل اسمه، عايز يعمل حالته. امام عاشور ذكي، فضل متطرف وابتدى يعمل العرضيات من اليمين للشمال ومستني واحده كويس، وعايز يجيب جول، لدرجه ان لما جه ضربه جزاء راح مدد ايده واخد الكره وداخل على ضربه الجزاء وشايطها هو متحمل مسؤوليه التهديف. بعد كده مجهز نفسه زي ما انا قلت لك از تاكتكس، ان هو لو جات له كره في اي وقت في اي سلاحه، مش سلاحه بس يعني سعره، بس انا هقول لك حاجه، سعره عايز اقول لك حاجه، ماشي. سعره ايمن شوقي بالدماغ وامام بالشوتينج، بس في حاجه عايز اقول لك، يعني فهمت انا دي سعري ماشي. بيبقى فين انا يعني هو بنفذ. امام ساعه البينالتي خد الكره من نفسه ولا في ترتيب؟ لا اكيد في ترتيب، اكيد في ترتيب، واكيد في حاجه، او هم اللي قالوا له من بره شوتينج ده، يعني بالظبط اكيد ما عندناش احنا دي بالظبط، دي ما عندناش، عايزين نوضحها بس. ان انا اخد الكره وابقى انا المعلم تعالوا لي كده بره وتاخد مسؤوليه انت تشوف. لا ده مش موجود في النادي الاهلي ولا في اي حته في العالم، يا حد يقدر يعمل كده؟ لا موجوده في بعض الانديه. ضربه لما بقى كسبان 2-3 يعني حاول يا جماعه دخلوني بقى جوه بتاع، انا عايز اجيب جول مع لعيبه معينه كمان، واحنا اللي بنقول له طب خد هات الكره.
فالنهارده ان بيخش فيه الجون برضو دي برضو علامه بت بت بتقول لك خلي بالك اهدى كمان شويه، ظبط الدنيا شويه، ركز شويه، اديك بيتلعب عليك كور طويله وممكن اي حد يطلع يعملها بدماغه يتحلقها، حظك يبقى واحده راحت هي في الدقيقه جنب الاهلي جنب الاهلي اخر مباراه وديناها شكل يعني ما كانش يعني هي بعيده كمان. ف مسؤوليه كبيره بصراحه الفتره اللي جايه، ولكن انا بطلب من المدير الفني حاجه واحده بس، انه يوفر في ال 45 دقيقه احسن العناصر اللي عنده في البدايه، في البدايه ما يريحش ناس ممكن ياخدهم يقلب الايه، يعني الماتش الجاي يقلب الايه وبعدين يرجع ايه الماتش اللي بعده على ارضه مثلا يروح اعمل حاجه تانية، العب بقى اتاكينج وبضغط في كل حته، انما رايح العب في اسكندريه قدام فرقه محترمه بلعب توازن دفاعي هجومي وكان بستغل اللعيبه الهجوميين اللي عندي، ممكن اغير فكر في السنتر فيرود ده، ممكن انزل طاهر محمد طاهر مره، انزل كهربا مره، ارجع بعد كده ابقى اجيب مودست تاني في الحكايه. يعني النهارده حظه وحش جدا الراجل ده كمان، يعني عنده مودست يعني عنده في التنفيذ مشكله يعني لو هاد هاف ولي اللي جات له على الشمال يلغي لك اي واحده بس والثانيه كتسه، فاكر ايمن بقول لك انا كل واحد يجيب واحده يا مودست واحده، ركز انك انت تاخدها هاف ولي ومش لازم كل واحده بشمالك، ده هي الكوره جايه لك بالعرض اعملها بيمينك ارتوش جون، ممكن الماتش اللي جاي يبقى كويس، ممكن الماتش اللي بعده، ودي تفكير هيبقى خد بالك الراجل معذور المدير الفني معانا هنا في الحته دي، ولكن حط الثقه في كهربا، كهربا لعيب كبير وليه حضور في الملعب، وعلى الاقل كهربا بيعمل ايه يا ايمن؟ ها؟ ده كل ماتش ابص الاقيه بيهدد الفريق الثاني، كل ماتش ابص الاقيه بيجيب جول، كل ماتش عنده حضور مع هو حسين الشحات وامام عاشور هارموني وهو بيجري وبيعمل ازعاج للمدافعين هارموني لايق على بعض، ده مش غلط ان احنا نقول ان في لعيب هو موجود جوه الفرقه، مش لعيب انا لسه جايبه بقيمه ولا بشوف الدنيا صحيح. عندك عناصر كتيره قوي، بنطلب التوفيق وبنطلب احنا كمان لله وحده، يعني انا بفكر ازاي وعادل وجميع الكباتن بيفكروا ازاي، اللي ايده في المايه مش زي ايده في النار. احنا من بره، انا من بره. طيب بيشرفنا الان خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراه اليوم، منورنا يا كابتن ناصر. منورنا يا كابتن ناصر. تحياتي لك يا كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عبد الرحمن، كابتن بلال. اهلا وسهلا، طيبين وعيد مبارك ان شاء الله على الجميع وعلى الامه الاسلاميه والعربيه وعلى مصر كلها بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن ايمن، النهارده النادي الاهلي نجح في المباراه وفاز، ولكن التحكيم عنده كابتن شريف النهارده حاجات كتيرة جدا في التحكيم، يمكن البعض يراها ان هي سهله نتيجه ان النادي الاهلي فاز، ولكن احنا عندنا التحكيم وعندنا صوره وعندنا لقطات كتيرة جدا، تدخل الفار، عندنا الحكم، عندنا الحكم مساعد، عندنا اخطاء تحكيميه كتيرة جدا. اتفضل. السؤال هنا كابتن، عشان حضرتك في بعض الاحيان بتتكلم عن بعض الحكام اللي ما بيلعبوش للنادي الاهلي ان هم اصحاب شخصيه وعندهم اداء متميز وفي ايجابيات كتير، تمام. هل لما ما بيكونش الحكم ده حكم قبل كده للنادي الاهلي ويجي حكم للنادي الاهلي بيتاثر؟ شوف يا كابتن ايمن، هو المفترض الحكم الكبير او الحكم الدولي ما يتاثرش، بس في حاجه مهمه، ما انت لو انت ما لعبتوش على طول الماتشات الكبيره والصعبه اكيد بيبقى رايح الماتش بيبقى زيه زي اللعيبه كابتن ايمن. اي لاعب ما بيلعبش على طول باستمرار زي الحكم بالظبط كده. محمود ناجي زي ما قلت لحضرتك في البدايه لم يدير اي مباراه حتى هذه اللحظه او هذه المباراه للنادي الاهلي، رغم ان هو حكم دولي والمفترض الحكم الدولي دايما هو اللي بيلعب المباريات الكبيره. زي اول مباراه لمحمود ناجي، وقلت اول مباراه لشهاب راشد الحكم المساعد. عندنا اخطاء تحكيميه النهارده، ولكن يمكن الفار تدخل في بعض الحالات، كان حالات ايجابيه. هنشوف الحالات يا كابتن ايمن، كابتن اسامه، عندنا الحالات التحكيميه موجوده، وهنا للشرح وليس للنقد وللتطوير فقط، وليس لي ان احنا نتكلم على طاقم التحكيم. عندنا محمود ناجي هو حكم الدولي، كان موجود، وكان سمير جمال، كان شهاب راشد النهارده اللي احنا كنا بنتكلم عليه كان حكم مساعد كويس، لكن عنده لعبه النهارده. مظبوط. ونادر امر الدوله، وكان على الفار كان احمد الغندور وخالد حسين. هنشوف اول حاله معانا كابتن ايمن، وهنا نشوف هنا هذه اللقطه اللي هي لم تحتسب مخالفه اصلا
لاعب الاهلي هنا والحكم مشى اللعب هنا في موديست. السؤال لما تبقى هذه الحاله كابتن عادل بهذا الشكل والحكم هنا، شوف هنا الحكم فين، حكم يبعد تقريبا 6-7 ياردة هنا، الحاله هنا لم تحتسب اصلا مخالفه والحكم هنا خلى اللعبه تواصل، وبالتالي هنا عندنا حاله مهمه جدا. شوف هنا الدخول بس والفار فين؟ دي جامده دي، طلع فوق ونزل تحت على الحذاء، ولكن هنا كابتن انا على الاقل لم يحتسب المخالفه. انا من وجهه نظري على الاقل هنا كان الفار كان يجب استعاد الحكم فيها. طبعا دي حاله من الحالات المهمه، واعتقد ده هنا يعني لاعب فاركو الحكم الفار لم يستعد الحكم، وهنا كان قرار عدى على الحكم وعدى على الفار في حاله مهمه جدا يا كابتن عادل من الحالات المهمه. الحاله الثانيه كابتن عادل انا هسالك سؤال، وانت لو حكم هنا في اللعبه ديت، شوف اللعبه دي معايا، هنا رضا سليم بيعدي نجح في لعب الكره، ما فيش اي مخالفه، شوف القدم دي، خلي اللعبه يعني تمشي سريعه بس استاذنك، نخليها تمشي سريع. هنا اللاعب عمل تاكلنج باليمين ما خدش، وبعدين خد بالشمال، ده اعتقد كمان ما خدش فيها انذار وخد انذار بعد كده. ما انا هقول يعني هذه اللعبه بشكل ده يا كابتن عادل انت لو رايك فيها ايه؟ فيها تعمد انذار طب دي على الاقل طب. طب هنا كان يجب دي كانت في الدقيقه 54 من الشوط الاول، يعني هو ادى 9 دقائق، دي كانت في الدقيقه 54، ده هنا انذار مفقود لم ينذر لاعب فاركو. هنا جه هرجع بس لعبه ثانيه، هنا في انذار مستحق، هنا امام عاشور بيعدي برضه في حالتين تهور وافساد هجمه واحده مظبوط. هنا في الدقيقه 57 لو انت ربطت يا كابتن ايمن بالدقيقه 54 دقيقه 57 لا هنا في انذارين وجوبين، هنا كان يجب طرد لاعب فاركو كابتن شريف، هو نفس اللاعب احنا بنتكلم هنا رقم 6 تقريبا عماد جابر رقم 6 هنا امام عاشور، هو هنا ادى عماد كامل جابر كامل جابر كامل هنا ادى انذار والاوليه ما اداش انذار. انا بس بوريك الايه اختلاف المعايير في احتساب المخالفات ماشي، عشان الاهلي كسب مفيش مشكله، اخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه. تعالى بعد كده الحاله اللي جايه، وهنا بقول لعبه من الالعاب المهمه جدا، ونشوف هنا ها بس هرجع تاني محمود ناجي انت حكم كبير جدا، لحظه ارتكاب المخالفه وهنبص ماشي نمشي ستوب نقف كابتن بلال الحكم فين؟ قدام اللاعب يعني ما عندكش اي شايفها طبعا ما عندكش اي حجه شايف. ولا في حد قافل الزاويه كابتن ايمن ولا حد مداري عليك، حاله من الحالات الواضحه جدا جدا والدفع موجود، ومحدش يقول لي الدفع بسيط ولا قليل، لا هنا لاعب بيلعب الكره كابتن، اي دفع حتى لو بالصباع هنا اختلال توازن اللاعب خليته ما بين ان هو ما بيستعد يلعب، هنا نشوف الدفع هنا من خلف من الزاويه اللي جايه بالراحه، في زاويه عندنا هتبين الدفع من اللاعب اللي جايه دي بص هتبين هنا بالظبط هنا. انا النهارده لو انا كمهاجم بستقبل وبقف وبركز وبشوط، هنا الزقه دي يا كابتن هنا عملت ايه؟ اثرت على امكانيه اللاعب في اللعب، وبالتالي ناجي هنا مش محتاجه تدخل فار، يعني انا عايز اقول ان هنا الغندور او الفار انقذ الحكم في هذه الحاله، ركله جزاء موديست ركله جزاء واضحه جدا جدا، لولا وجود الفار اعتقد كانت مش هتتحسب لان هو ما حسبهاش اصلا من الاصل. هنتكلم يا كابتن ايمن دي حالات الاهلي كسب. شاف راشد من الحكام اللي في مدينه كابتن بلال كابتن اسامه احنا اشدنا بيه قبل المباراه، حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا، هو هنا شهاب مع انه كان واقف صح كابتن كان واقف صح شهاب هنا خلى اللعب يتواصل، وانا بقول لشهاب مش مشكله خالص يعني مش مشكله، هو اكيد زعلان بس اللعبه واضحه قوي كابتن اسامه كابتن عادل كابتن بلال كابتن شريف، هنا اللاعب فاركو متغطي بفتره، ولكن هنا نشوف حتى الفار لما بيراجع نشوف هنا احتسب الهدف وهدف صحيح طبعا نتيجه ان لاعب فاركو كان متغطي باخر مدافع من مدافعي النادي الاهلي. شوف هنا الخط يعني شوف هنا عمر كمال، ونشوف الحكم المساعد هنا كان تمركزه كان صحيح مش حلو هو سابق بص يا كابتن سابق نص خطوه، هرجع تاني كده بص بص يا بص يا كابتن بلال مش متمركز كويس نشوف ده قدامها ده قدامها بالظبط يا كابتن بلال، شوف الخط معمول ازاي صح الحكم المساعد فين بالظبط انت معايا على الرغم ان هم بص يا بلال صح احنا قلنا مش شرط تكون صح تمركزك صح وتجيب الحاله، احيانا كابتن اسامه المساعد بيبقى سابق نص خطوه او متاخر نص خطوه ويجيب الحاله خبره، ولكن هنا التركيز بقى هنا الربط لحظه اللعب وموقف التسلل هو ما ربطش، وبالتالي هنا
كانت عدت منه هذه الحاله، لكن بقول له يا شهاب انت حكم كويس ما تشغلش بالك، خطا والفار صححه وهنا هدف لفاركو. الحاله بعد كده نشوف احمد هناجي، انت اديت فاول كابتن شريف موديس ما اشتركش اصلا معاك، ده راجل ما ده راجل انا بس بسال دخلوا واحنا ليه يا جماعه الاثنين ونزل يشتكي. سؤال يا كابتن عادل، كابتن اسامه تاني، كابتن بلال، كابتن شريف، هو ماذا فعل موديست؟ ولا حاجه. بس يعني ده انت اللي جاي عليه، يعني انت الحارس جاي هو اللي جاي على بالزبط. المهاجم انت جاب. انا بتخيل اللعبه دي ردت لاعب الاهلي وحط الجول. السؤال انت اديت مخالفه على اي اساس؟ هو احنا يا جماعه خلاص يا جماعه احنا التحكيم القديم ده بطلناه عشان حارس المرمى وقع. التحكيم القديم ان اي حد يطلع مع الحارس ده بيصفر ده خلاص بطل. النهارده يا جماعه هنا لو في مخالفه على موديست ادي، ولكن ده موديست الحارس هنا نشوف هو اللي طالع، هو اللي طالع وراجل ما ارتكبش اي مخالفه وحسبت خطا على موديست، طبعا خطا غير صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده. دي ضربه الجزاء. لا 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 ده الهدف وانا جايبه ليه؟ يعني انا جايب الهدف دوت كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن ايمن، كابتن شريف. البعض يرى ان هنا بص رضا سليم فين؟ بص نمشي 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 لسه نمشي. بس هنا كابتن الكره واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. كابتن بلال دي ستريتش واضحه طبعا واضحه جدا للحارس مظبوط. عارف اتفضل يا كابتن عادل. بص اتفضل الكره دي أيوة. لو جت من قدام جسم رضا سليم كانت تبقى اوف سايد. برافو عليك. ايوه وده اللي انا جايبها ليه؟ في ظهره. برافو عليك. يعتبر اثر على روح. انا جايب على اللعبه دي يا كابتن، دي حاله تعليميه. في ظهره. البعض يقول لك ان رضا سليم هنا اثر على حارس المرمى او حجب الكره عن حارس المرمى، لا انا جايبها. لحظه التسديد كان رضا سليم خرج تماما من اللعبه ومن المواجهه للحارس، وبالتالي هنا الحارس كان واضح شايف. اذا هدف امام عاشور هدف صحيح مليون في المية، بيحسب لسمير جمال الحكم المساعد وايضا بيحسب لحكم وحكم الفار. الحاله اللي جايه وهنا الدخول بهذا الشكل هو هنا طبعا تصرف جيد من الحكم، واعتقد سمير جمال هنا تدخل بالقرار، واعتقد ممكن يكون قال له حاجه ان هنا تستحق البطاقه، وفعلا هنا اشهر البطاقه الصفراء، لان هنا الاستاذ كابتن بلال كابتن اسامه هنا ما راحش، ونشوف هنا الرجل راحت في الشناوي، نشوف هنا الرجل والقدم هنا راحت نمشي نزلت على الارض وبعدين ايه عدت على الفاضي خدت من الركبه للركبه، وبالتالي هنا الاستاذ ما راحش مره واحده، وهنا انذار مستحق للتهور وقرار صحيح من سمير جمال ومن الحكم. اخر حاله وحاله تعليميه لحكامنا كلها، من فضلك ما تسبقش اللعب الا في حالات معينه اللي هي الكونتر اتاك، لما تكون انت متاخر في الثلث الدفاعي والكره اتعملت بعيد اعمل سبرنت واسبق اللعب، ولكن هنا في منطقه المناورات دي يا كابتن لابد انك انت حكم يكون عندك قراءه يا كابتن اسامه. انا هنا هرجع تاني بس يا محمود، انت حكم دولي كبير وزي ما قلنا احنا هنا مش بننتقد اكتر من احنا بنطور اداء الحكام، هرجع تاني سامحني في اللعبه ديت عشان نوري الحكام تروح فين في هنا. بس انا هنا كابتن انا استحاله في التحضير اللي بيحصل ده اخش في وسط لاعبي الاهلي ولاعب فاركو، لابد اوتوماتيك على طول عندي توقع بخرج خارج نطاق اللعبه عشان الكره ما تجيش فيا، وبالتالي هنا في درجات الحراره العاليه دي يا كابتن بيتاثر اكيد الحكم السنتر. ايوه بيبقى ليه فلسفه خاصه لما يكون الجو حر عن التعامل مع المباراه وطريقه الجري وبذل المجهود لما يكون درجه الحراره عاديه والجو كويس. كابتن ايمن بتتكلم على حكم هو بيبقى دارس كويس قوي، هو رايح المباراه عارف ان في جو حر وفي رطوبه، بدليل بنلعب خارج مصر في دول فيها حراره وفيها رطوبه عاليه. أيوة. لابد انك انت تقسم مجهودك على مدار الشوطين، مهم جدا ان التركيز ما يروحش منك. ليه؟ التعب عندما يحل التعب التركيز بيقل. دايما بنقول لما يكون الباقه البدنيه مش جاهزه تركيزك بيقل في المباراه، ولكن بشكل عام بنقول تاني النادي الاهلي فاز 2-1، ولكن هناك اخطاء تحكيميه اعتقد لولا فوز النادي الاهلي النهارده كانت اثرت في نتيجه المباراه. دي اخر حاجه، بنتمنى طبعا التوفيق للتحكيم. بشكرك كابتن ايمن وكل سنه وحضراتكم بخير وطيبين ان شاء الله. الراحه تزيد الراحه تزيد الراحه يعني يريح اللعيب يريح نفسه مش يتكلم على اللعيبه. ايوه فقره 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 طلعونا ايوه صح اكيد، لكن اللعيب يريح نفسه. انا مش فاهم انا واكل بشكل معين وممكن يبقى في خروجات وسهر و بقى يا كابتن خلاص بقى في ماتش من الثلاث لا مش هتلحق ياكلوا في كابتن كابتن على الفته
لا لا انا بتكلم ان في لعيبه ممكن ايوه مظبوط صح وفي حريه اكتر وفيها حريه وبتاع فكل فده التركيز الذهني ده مهم جدا وانك تحافظ على نفسك ما تسهرش كل الكلام ده لانه خلي بالك الاستشفاء من اول عناصر الاستشفاء النوم مرتبط بالظبط ده نمره يعني والرحاق قبل ما يقول لك موضوع التلج والتدليك ومش عارف تخفيف الاحمال كل الكلام ده مهم ولكن موضوع النوم اكتر اهميه نمره واحد ان الواحد يكون جسمه مرتاح عشان تقدر تستعيد او تعمل استشفاء وجسمك يبقى مرتاح والتعب يبتدي يقل بطبيعه الحال دي صح. نمره واحد ثانيا التشكيلات والتغييرات تشكيل اكيد هيبقى فيه تغييرات اكيد هيحصل فيه تغييرات مش ضروري عدد كبير بس ممكن تغييرتين ثلاثه ممكن ادخل عناصر تنشط ممكن اكون في حد عناصر تنشط من بدايه المباراه من بدايه المباراه أي. ممكن يكون حد انا كنت مأمل عليه كبير كتير حسيت انه ما ادانيش اللي انا عايزه المردود اللي انا عايزه ممكن حد اكون انا نزلته شفت فيه امكانيه انه يقدر يعمل حاجه افضل فكل ده مهم جدا انه اكون مركز فيه كطبعا مستر كولر اللعيبه كمان انا وجهه نظري ان في عناصر المفروض تاخد ازمنه اكتر من كده يعني واحد زي قفشه واحد زي احمد عبد القادر في لعيبه كام لعيب لازم ياخدوا ازمنه اكتر من كده ما يبقاش الوقت بالنسبه لهم ضيق قوي عايزين وقت اكتر وانا اعتقد ان الظروف هتسمح في الماتشات الجايه ان لعيبه كتير تاخد وقتها وتلعب بشكل كبير لان الماتشات مضغوطه جدا صحيح طيب معانا بعض الحالات الفنيه يا ريت نجيبها بقى ايه من البدايه اول حاله طيب احنا هنا بنبدا ضغط عالي بس يا ريت تجيب التوقيت كمان نجيبه هنا ده كان في بدايه المباراه اتفضل يا كابتن علي يعني كانت بدايه المباراه واتفقنا ان احنا هنلعب ضغط عالي من قدام كويس فرقه النادي الاهلي ضغطت هاي الكره اتشتتت خدنا الكرة الاولاني يعني ده فكره كانت المفترض ان هي النادي الاهلي كان شغال بيها بص تلاقي 3 على 1 اضطر ان هو يلعب الكره الاماميه طويل الحاجه الثانيه انك انت بتلعب على المنطقه العاميه اللي هي الناحيه اللي مش متواجد فيها اي حد فتتحط في البعيده حركه كويسه ولكن في اخر الامر حسين الشحات بس هو التصرف هنا من حسين كان من المفترض ان هو يلعبها هي دي نفس اللعبه انا بص يا كابتن التحرك بتاع التحرك بتاع الليفت باك او زير الايسر مين اللي جاله بعيده شويه كريم فؤاد المفترض ان كريم فؤاد في الوقت ده ولكن كريم فؤاد قفل عليه شويه يا كابتن لا ده هو كان بيلعب اسهل يلعبها كريم فؤاد ده هو عملها كويس لكريم فؤاد ولكن كريم فؤاد قفل على نفسه كريم فؤاد فكريم فؤاد لو بره بص الخط ده لو بره سن هياخدها ويخش لجوه لكن هو قفل على حسين بس حسين كان لعبه اسرع ايوه اسرع من كده مثلا طب انت بقى اقول لك يا بلال لحظه ادي اهو دخل بص يا كابتن بص خلاص بس بقى كعبه بقى خلاص هي دي كابتن خلاص ايوه كده يعني انا رايي التثبيته دي ساعدته كويس هو دخل تاني يا كابتن عادل هو حسين كان عايز يكمل ويعملها في لا يعملها لا يشوط لا يعمل دبل باص خلى كريم فؤاد اخر حاجه ثالث حاجه خلي بقى اثبت على الصوره دي يا كابتن بلال كانت هجمه للنادي الاهلي وردت لفاركو ففي بص في نص الملعب عندنا منطقه كبيره جدا جدا طبعًا جدا طبعًا فاضيه طبعا يعني بص كان فيه كام واحد مكمل من النادي الاهلي وبعدين الكره اتلعبت بص هو عددا انت بتتكلم في حوالي تقريبا 6 على 5 ايوه يعني 6 من لعيبه فاركو على 5 من النادي الاهلي لكن خد بالك انت التمركزات حتى بتاعت لعيبه النادي الاهلي مش جيده مظبوط فاهم قصدي يعني انت بتتكلم 2 على 1 وورا الاثنين ده عمرو جمال فاضي لوحده والاربعه التانيين فاضيين لوحدهم ده لو فرقه يعني اسف فرقه افضل من كده في الناحيه التكتيكيه عند فاركو يعمل من الهجمه دي خطوره تمام فهي دي ودي برضو مشكله خد بالك اللعب في الاجواء الصعبه اللي زي دي يعني برضو مش عايز احمل طبعا المدير الفني
تكتيك واللعيبه ما بترجعش ومش عارف ايه والهجمات المرتده صعبه. اوقات كتيره جدا مع شده الحراره وارتفاع الرطوبه بتبقى انت اللي خد بالك رايح جاي صعب. مظبوط. صعب على لعيبه خاصه لعيبه نص ملعب. عشان كده لما اقول لك النهارده لما غير في نص ملعب تمام، لان دي اكتر لعيبه بتبذل مجهود كبير جدا واكتر لعيبه بتجري في الاجواء الصعبه دي. صحيح. فيبقى تغييرهم مطلوب بدري بدري. طب وبعد كده خد بالك غير امام عاشور، ساب مودست للاخر يعني، مع انه كان من المفترض ان مودست غير ما بين الشوطين هو كمان تمام، لكن برضه ساب من الاخر عشان ده فيرود برضه كميه الجري ممكن تكون ما تكونش اعلى بكتير جدا. صحيح. فعايز يغير من اللعيبه اللي بتجري كميات جري اكبر في نص ملعب تمام. لكن طبعا مع الفرق الكبيره ما ينفعش يبقى المنظر بالشكل ده. صحيح. انك انت يبقى 6-5 واربعه كمان او 6 لعيبه على 3 لعيبه او 5 لعيبه على 3 لعيبه وانت رايح بهجمه مرتده في نص ملعب. طول. لو فرقه اكثر تنظيما واكثر سرعه الامر كان ممكن يبقى فيه خطوره. طيب. على كابتن شريف ده الهدف او ركله الجزاء كويس بتاعت امام عاشور. لا هاتلنا من الاول نجيبها من الاول. هو تفكير بص هو استحواذ جيد جدا. الشكل اللي انت نفسك فيه في الكره اللي فاتت دي هو موجود هنا. مظبوط. في تحرك وفي تحرك كمان لكريم على اعتقد فؤاد. بص اتحرك تاني ازاي. صحيح. هنا بقى التنفيذ بس لا الدهاني بقى تاني. ايوه الكره في رجل كريم فؤاد. بس هنا دي اللي انا عايزها من كريم على طول. لان طيب. كريم هنا عمل ايه؟ لعب بشماله على طول. وانت عايز كمان واحد مكان مودست كمان. مكان مودست بيقطع على الاولانيه و17 12 اللي هو متهيألي رضا. أيوة يكون رضا. مكان مودست ويخش كمان زي ما داخل كده كوكا وفي الاخر عمر كمال. وشوف برضو امام على جنب الحكم بص في الناحيه الثانيه. أيه. لو خد خطوه ممكن يعملها له لورا. فاكر علي معلول كان على طول بيعمل الكره دي. أيه. لورا تبقى رؤيه احسن ببطن الرجل بتلاقيها جوه 18. الانتشار لازم يبقى اسرع من كده يعني. خدت بالك ده برضو غزوات الراجل الباك رايت ده عنده تعليمات. أيه. انه يبقى حر ويزيد عليك. استنى شويه خلينا الهدف بتاعنا احنا ونجيب البينالتي لامام حتى هو بيسددها يعني. المركز اللي احنا بنتمناه دايما في الدفاع وفي الهجوم. ما ينفعش انت الثلاثه دول اللي ما ينفعش بقى مروان ابو سليم معاهم كمان. أي. أي. لازم مروان ده الكره الثانيه تبقى انت موصل نفسك. انك انت تبقى اي حاجه بتقدر تترجم لي تطلع الاطراف ثاني ونبدا دي من هجمه جديده ثاني. طيب ده خلي نثبت من هنا نثبت من هنا احنا كده واقفين صح. ايوه طبعا كابتن اسامه ده دي هجمه لفاركو من نص الملعب. مظبوط. كويس. دي الهجمه اللي جت جول علينا من فاركو. مظبوط. نبدا اللعب اتفضل نبدا. اولا ياسر جه متاخر او مش ياسر مين اللي ضغط رجعها تاني بعد اذنك اللي هو ثانيه واحده اعتقد ياسر. ده عمر كمال اللي جنب الراجل هنا وياسر. لا. هو ده رضا سليم. لا لا رضا اول واحد. لا انا بتكلم على الثلاثه اللي ورا ياسر وعمر. ياسر بص هيروح متاخر للراجل ده. أيه. ومفروض واحد فيهم كان يضغط من دي تاخيره عقبال ما راح له كان عمر كمال بقى المفروض كان يطلع نفسه لو هو واخد باله من الراجل اللي معاه ده كان. أيه. وقف على خط عبد المنعم. شايف عبد المنعم فين على اول الخط الاخضر بالزبط. لو كان عمر زق كده كان شكري نجيب لما عملها عمل تمريره حلوه قوي كان الراجل هيبقى اوف سايد. ولكن عمر كمال اتاخر يعني ربع خطوه. طبعا شكري عملها كويس قوي من ظهره وكرم قطع كويس ولما اتحطت بقى فيها توفيق لان هو جت في رجل عمر كمان تحس انه لعبها للراجل اللي جاي بالعرض. لما تعيدها تاني تحس انه عايز يعملها بالعرض. خبط في رجل عمر. فعمر لما حط رجله خبطت في عمر وعدت من فوق الشناوي. بس انا عايز اجيبها من الاول علشان الخطا بس نعرفه من مين. ماشي. نبدا نكمل. بس خد بالك كابتن ايمن دي مش اول كره تتلعب من ورا عمر في الماتش ده. في اكتر من كره اتلعبت من ورا عمر بيقف غلط اصلا. لا بس انا عايز اقول لك حاجه. ما هو في واحد لازم يغطي كمان. لا يا كابتن. هو بص عمر وقف غلط. ايمن بص ايمن بص ثانيه عدى عارف اللعيب نفسه كابتن. انا بص بص لما السردباك بيطلع من مكانه كده عشان يضغط لقدام حاجه من اتنين يا يكون متاكد في توقيته ان رايح يقطع يا اما يقف احسن يعني. أيوة. انت ياسر ما يكملش ويروح ليه بقى؟ لان محمد عبد المنعم في اللحظه اللي الراجل المفروض ياسر رايح يضغط على اللي معاه الكره ده يبقى
محمد عبد المنعم قافل لجوه كده. انت بص الاحمر ده سابق عبد المنعم اللي هو اللي ورا الحكم. ايوه يعني المفروض لما ياسر يضغط كده يبقى محمد عبد المنعم يكون قطع كده قفل مع عمر كده عشان يبقى قريب من الاثنين. امام عاشور كان رايح له كمان يعني. هو ايه اللي ودى الخروج ياسر؟ ايه اللي ودى ياسر؟ ما هو لما اخرج لا لما اخرج من فتح المسافه اللي في العمق دي. ايوه ما هو لما يخرج من مكانه اكون متاكد ان انا هقطع الكوره. بقول لك امام عاشور كان جاي ده كان جاي يغطي او يعمل فاول لكن ما يطلعش ويفضي مساحه. ايوه يبيع نفسه كده. ما فيش خروج من السرد باكين في التلت الاخير. لا التلت الاخير قول لي ليه. افرض انا قريب ومتاكد. لحظه بس قول لي ليه يا كابتن. في التلت الاخير التغيير يعني في التلت الاخير اللحظه بتبقى فيها قطع الجون فورا. فانا كنت نفسي بتاعت عمر كمال نشوفها تاني. ماشي طب هات لنا الجول تاني معلش. هات لنا الجول تاني. هقول لك حاجه على عمر بس ادي انكاد. هقول لك حاجه على عمر بس الخطا كمان الاكبر من ياسر. بص خد بالك. بص ياسر راح متاخر. دي بص يا كابتن خلت حتى اللي قدام عبد المنعم موافقك مظبوط. لكن عمر كمال واقف غلط تماما. أيوة التكنيك الحركي بتاعه اول حاجه واقف والراجل في ظهره. مين؟ عمر كمال. أيوة. بص الوقفه بتاعته ثبت هنا. بص بقى بص النظره بتاعته عامله ازاي. هو باصص ازاي كده. هو كان المفترض لو مش هيلعب على الاوفسايد كان يرجع خطوه ورا. دي واحد. اتنين ما يبقاش بالجنب كده. أيوة. واقف غلط لانه الدخول لورا هو يجب ان يكون الميلة بتاعته اكتر شوية. يعني يميل الميلة علشان الحركة بتاعت رجله عقبال ما يلف وياخد هياخد خطوتين. لا وبعدين الخطوة الاولانية تعديل رجله. ايوه الخطوة التانية علشان يعمل الستارت. وفي لما بقى فانا بكتر يا كابتن ايه اللي بيحصل؟ بطلع على طول بجري على ماشي. طول قادر الحقه. ماشي طيب جميل. بص برضو محمد عبد المنعم طلوع ياسر خلى حتى الراس الحربه اللي ورا الحكم هو للعمق. يعني حتى لو ما راحتش لدار عمر كمال لو شكري نجيب لعبها في العمق شويه كان الراجل الاحمر ده خدها. بص طلوع ياسر لأن طلوع علشان طلوع ياسر. طلوع ياسر عمل المشكله عمل ايه؟ عارف عمل ايه يا كابتن؟ يقابل لمين هيقابل؟ لا يعني معلش هات ازيك يروح بوشه. لا يروح بوشه. امام عاشور كان جاي له بس انا مستنيه. لا ممكن امام يجيبه. بص يا بلال طب رجع ياسر من الاول بعد اذنك. الدفاعيه اقف بقى اقف كده. وقفه دفاعيه صح. وقفه دفاعيه حتى لو استلم لو سقط بقى العب ماشي الهجمه. هيبقى ثلاثه على ثلاثه على الاقل. ماشي الهجمه من غير ما ياسر يروح يضغط. لا ماشيها بقى قدام. امسك ياسر. لا اصبر بس. لا بص بقى لو ياسر واقف كانت الهجمه هتبقى عاديه. ما هو ده ما كانش بتاع ياسر اصلا. ماشي ما هو المفروض هو ياسر اضطر يروح. ما هو يروحش بقى عادي عشان ايه؟ هو قال لك يروح متاكد يروح يبقى متاكد انه هيقطع. بلال متاكد انه هيقطع يا بلال. ده بتاع ياسر. بلال تبقى متاكد انه مش هتقطع. انت بتروح تضغط. ده مش ده شكري وبتوجه. عارف يا بلال ما يروحش ليه؟ ده شكري نجيب بتاع ده بتاع ياسر ليه؟ اهم نقطه ان هو ما يروحش. ده بتاع ياسر يا شكري. بص مروان فين؟ لا كان مع ما كانش عمر. لا هات يا كابتن الاول من الاول. لا مع عمر الاول هتلاقي رضا سليم. لا يا كابتن رضا سليم هتلاقي مع عمر. يا كابتن راجع يدافع. يا كابتن هتلاقي مع عمر. شكري كان مع عمر. لحظه بس اقول كده. استنى بس يا كابتن. شكري كان مع عمر. لما نزل شكري نجيب لنص ملعب فاضطر ياسر ان هو ينزل هو يقابله. ما خليه يجيب لك من الاول وبص عليها. التكتكس. ايه هو يا عادل مروان عطيه. بص انا عايزها تاني هوريك مروان عطيه فيه. لا خلاص بقى احنا عارف لو مروان عطيه نجيب الجول التاني. عارف لو مروان عطيه كان موجود في المكان ده عشان امام جاب جول كانت عادي. طيب نخش على الجول التاني يا كابتن بلال نجيبه من الاول. اتفضل يا كابتن. بص دايما البلايند اريا دايما عند فاركو فيها مشكله كبيره جدا يا كابتن في الناحيتين سواء اذا كانت من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين. خد بالك ممكن يكون في عندهم سرعه من ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال لكن حتى يعني ان كاد التمركزات بتاعته كلها فيها اخطاء. اخطاء. هو لعيب هجومي مظبوط. تمام الحته الدفاعيه بتاعته 30% حتى كمان لما بيرجع ورا في ال 18
بيبقى الفكره بالنسبه له مش انه يشتت او انه لا عايز يرقص، عايز يحط الكره تحت رجله، عايز يخرج الكره بشكل سليم، تمام؟ يعني لعيب مجازف شويه، عشان هو لعيب يعني من وجهه نظر الشخصيه هو اتاكر اكتر من ان هو لعيب ديفنس، فاهم قصدي؟ فعنده مشكله كبيره جدا في الحته دي. خد بالك اقول لك على حاجه، قريب شويه من ستايل عمر كمان، قريب شويه من نفس الستايل. عمر برضو عايز يهاجم اكتر اكتر، بس على عامل بس عمر يجيد عنه اداء الواجبات الدفاعيه بشكل افضل شويه. باي افضل شويه نرجعها تاني من اول ما كوكا بيلعب الكور ماشي. فكوكا لعب طبعا في الحته الصح يعني، تمام؟ هي طبعا الافضل بالنسبه له انك تلعب الكره للجهه العكسيه، قلت لعمر كمان الافضل يعني. لكن طبعا المدافع هنا تمام، التحام رضا سليم خلى المدافع يرجعها ورا لعمر كمال، استلم تمام ودخل القبل وزق الكره لامام عاشور، اللي طبعا يعني فيرست تايم كده حطها حلو قوي قوي بصراحه في الزاويه كمان القريبه، يعني تكنيك يعني انكسبكتد يا كابتن ايمن. خد بالك انت دايما عارف الحته دي بتبقى عايز تحط في زاويه بعيد، عايز تلف بوش رجلك الناحيه الثانيه، لان دي بتبقى يعني دي الحته المقفوله. انا بص كام لعيب الاثنين قافلين الحته دي، الاثنين قافلين تمام، فيها طبعا توفيق غير عادي فيها، بس حط وش طبعا انا بقول لك لعيبه فيرست تايم حلو قوي تمام. الكوره رايحه في مستوى كمان علو الكوره مستواها، يعني خليتها ما تخبطش في حد من الاثنين المدافعين. لا بص يا كابتن اثنين، بص الاثنين فين، بص الاثنين بقى فين. صحيح انا في كوره، في سرعه كمان، سرعه اتخاذ القرار في الحته دي، ده بتبقى مهمه جدا بالنسبه للراجل اللي بيشوط يعني، والتصويبه والقوه المناسبه ووش رجله حاططها لا وطلع من على الارض طبعا طبعا. يعني خد بالك التطويحه دي يعني معلش يا كابتن، هو التكنيك عمر حطها له على شوطه برضه. ايوه طبعا، ودي تفرق. خد بالك يا كابتن ايمن، يعني ممكن عمر يوم يعني يلعبها له اسرع شويه فيضطر هو يقوم وقف الكوره او عايز ياخدها على جنب، انما عمر برضو حطها له على شوطه سهل له الماموريه. يعني برضو من ما دي من ضمن الحاجات الذكاء اللي عند اللعيب، ابقى انا عارف الكابتن عادل هو عايز ايه تمام، طيب بيدور على ايه، صح فاهم قصدي؟ صح يعني انا بدور على شوطه هديها له، كابتن اسامه بيدور على كروس هلعبها له، طب الكابتن اسامه عايز لقدام، يعني بس دي برضه حته الهارموني اللي ما بين اللعيبه وبعضها ده شيء مهم جدا. كويس، بس انا هجيب لقطه، يا ريت اللقطه دي تكون موجوده معانا. الشوط الثاني في كوره احنا كلنا قلنا جول، وكانت محتاجه قوه اكتر من كده شويه، ممكن تحط ببطن رجل جامد جدا بتاعت مروان عطيه. بالظبط، برافو عليك. يا ريت لو في بعض لقطات من الشوط الثاني ومنها اللقطه دي بتاعت مروان عطيه، لان احنا كلنا قلنا جول، كان ممكن اهي ماشي، ادي الكوره ماشي. اتفضل يا ابو شريف، الكوره دي كان فيها غير التنفيذ ده، خدت بالك؟ افكار كتير جدا كانت ممكن تبقى جون سهل جدا. يعني هنا مثلا لما الكره راحت، ماشي الكره كده، وقف هنا كده، بص راجل جاي له من عمر ده كمال عبد الواحد، نمشي ببطء بس شويه، واحده واحده لغايه لما ايوه، واحده 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 واحده، بص هنا سهله جدا ان الكره دي يا تتشاط بقى بالشمال على طول، فهمتني انا قصدي ايه، يا كانت تروح لعمر عبد الواحد من الاول وتتلعب بالعرض، هتلاقي موديس ده هو الجول، هتلاقي ثلاث اربع لعيبه مكمل. فالحال ان هي راحت لمين؟ مروان لم يتعامل معاها زي ما تعامل امام عاشور. بس خد بالك، لان القرار يا بلال هو هنا انا مش محضر يعني نفسي للقرار، فهمت قصدي انا ايه؟ انا معاك كابتن، فاهم قصدي يا بلال؟ مروان هنا مزنوق شويه. بلال انا لو عندي ثقه ومحضر نفسي وواثق انه هيلعبها لي، الثاني كمان لعبها له امتى؟ بعد ما اتزنق. عشان كده بقول لك فالولد ايه مش عارف ده هتجيلي ولا مش هتجيلي، فعشان كده مش مهارته يعني. لا مهارته يعني امام عاشور في البوزيشن ده كله. لا لا في البوزيشن ده يا عادل مهارتنا كلنا. لا لحظه، حتى لو ما بعرفش اشوط ده يعني انت فاصل، انت بتتكلم على امام عاشور عنده تكنيك الشوط بتاعه عالي. يا حبيبي احنا ما بنكررش، لكن مروان عطيه احنا اقصى حاجه ليه انه يعملها كده، لو عارف شاطها بوش رجله شايط وجاي في العرض واحده، لكن لو شاطها بوش رجله هتطلع فوق. بس انا هسالك على السؤال يا كابتن اسامه في الحته دي، هو امام عاشور كان ممكن يتعامل معاها بوش رجله؟ امام ممكن، لان هي ممكن تتشد بوش الرجل. بس انا اقصد في الزحمه دي الركنه برضو بتيجي، بس هي برضو الحارس شيكا هو لعبها له في المكان بالظبط اللي واقف فيه. لكن احنا بنشوف اجوان كتيره جدا
من في المسافات دي بتتحط بالبطن الرجل وبتيجي جون، بس يكون الجون بس هو الجون. بص شيكا واقف، قفشه جايبها في الزمالك. ايوه مظبوط. بص شيكا واقف فين؟ فهي لما اتعمل ببطن رجل واقف بالظبط في مكان لكن هي ساعات كتير بس انا عايز اقول لك بتحصل ان ممكن تجيبها ببطن الرجل. في لعيبه كتير جابتها. مش كان ممكن امام عاشور يديها لمودست يعني اسهل من كل الاول؟ مروان مروان لا 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 اسمه امام حسين الشحات. لا 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 حسين الشحات اللي بتكلم على بدر. معلش لا عبد القادر ما كانش هو يديها للمودست. المودست مباشره انفراد ممكن يعني من اولها كده لو عملها. عبد القادر لو عملها للباك رايت اللي طالع من ورا جول 100% هي دي. لا مش هي دي. لا دي لا. دي من امام مودست. ومودست وقف. هو مودست توقع ان الجول هيطلع اصلا كده. الجول هو الجول هو اللي تباطا. بالظبط يعني. لكن انا بكلمك على الكره بتاعت هو اللي اتربط فيها وجون كمان. اتوقع جون هيطلع يا اخو. بص بص الجون اصل الجون برده مفيش حاجه. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن بلال. انا كمهاجم لا بكمل على الكره. انا معاك انا معاك حتى لو هيطلع الجون انا معاك طبعا قلبا وقالبا. يعني هي كره هايله من امام عاشور. بص احنا 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 ماشيين بمبدا التمس لاخيك سبعون عذرا. طبعا لا انا عارف المبدا ده. ايوه صح. طيب لو كلمنا كابتن شريف كده خلصت الحالات مش كده؟ لسه في حلقه 4-1 4-1 في في الوقفه دي 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 ده احنا دي هجمه علينا. وطبعا ده الراجل ده اللي ما بيلعبش زي ايمن اصلا. ده بيلعب في حته ثانيه. لا بس لعيب كويس طبعا طبعا هو بس مش ملتزم بمكانه خالص. لا انا عايز اقول حاجه بس حيوي و سامي كويس. سامي هجوميه بس مش زي ايمن هجوميه بالظبط. وده يلعب وينج. كلمني ايه يا كابتن؟ سالتني انا ولا سالت مين؟ كابتن الكره اللي هي دي الكره لا دي بتاعت مودست. دي بتاعت دي الثانيه بتاعت مودست. هي اللي انا قلت لك مودست لازم ياخدها بيمينه وهي جايه على طول جون. مش هت... مش مش هتاخد المساحه بيمينه جون. ال... ال... الوقفه بتاعت مش ماله. لا اللي انا عايز اقوله على الراجل اللي هو انا كاد كويس. انا كاد الشكل اللي المدرب اللي احنا بنقول عليه حارس مرمى قبل كده وكده حقيقه حاجه جميله جدا انه يخلي اللعيب بهذا الشكل وبيعمل الزياده العدديه من نص الملعب وبيعمل تغطيه الهاف بيقفل عنه الناحيه اللي هناك والراجل بيتوغل وعنده سرعات يعني عمر كمال عبد الواحد ابتدى المباراه كده خد بالك. بس لما يكون عندي فرقه فاركو اللي هي الثالث من تحت لعيبه زي دي كده انا مستغرب يعني ان عندكم استعداد كويس عندكم كوره بتلعبوها مع بعض بتتحركوا لبعض مش يعني خساره انك انتوا وصلتوا للمرحله دي. الشكل بتاعك انت عشان فرقه تلعبك بهذا الشكل وبالتحرر ده ويتجرأوا عليك لازم نص ملعبك على طول يكون عنده حاله ارتكاز ما ننساش وما ما عندهمش انضباط فرقه. بس يعني هو خلي بالك يا كابتن شريف بيخسر كتير. كابتن شريف بيخسر النهارده من حد من بص يا كابتن شريف خلي بالك النهارده عندهم مشاكل كتيره جدا في الخط الخلفي. هو عدم انضباط. لو النهارده مودست موفق كان الماتش ده يعني فاهم. يعني أنا فاهم. اللي احنا بنتكلم عليه ايجابيه بالنسبه للراجل ده جرأه محسوبه جرأه منهم كويسه وكل حاجه. ولكن انا بتكلم على فرقتي انا. انت عارف انا بجيب اربع خمس انت عارف انا انت عارف انا عايز اروح لفين. انا بتكلم على فرقتي انا لما بيبقى في حالات كده وبيحصل توغل. ما المصري كان الراجل العراقي ده الباك رايت ده على طول بيعمل وبيخش طاير كده وبيخش جوه بنقابل الحالات دي كتير كويس. انا بتكلم عندي انا انا عندي مشكله ان ما ينفعش الراجل ده يخش من الناحيه دي ونص الملعب يبقى موجود كده وبعدين الكره تتلعب يسقط السنتر فيرويد ويروح ماسكها ولعبها من ورا الباك رايت عندي عشان تيجي باي شكل من الاشكال يخش فيها هدف. احنا لازم عندنا يبقى من الحوارات اللي جايه وكده ارتكاز مروان عطيه ده لازم اشوفه لامم الحاجات دي كلها. اسامه ما ينفعش انا الفضة اللي موجود حتى مفتوحه جدا حتى لما يسقط لي سنتر فيرود لتحت هيلاقينا احنا كلنا صحيح. في نص الملعب بنغطي على بعض. طيب سريعا رجل مباراه اليوم يا كابتن شريف. امام عاشور طبعا. كابتن اسامه. امام عاشور. امام عاشور طبعا. امام طبعا. امام من الاخر سجل هدفين من هدف رائع طبعا هدف الفوز ومميز وايجابي. لا مميز وايجابي وسجل هدفين وما فيش حد حديد. تاني واضح قوي انه يبقى نجم ما هو امام يعني يستحق طبعًا. امام عاشور رجل طبعًا. المباراه. طيب بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وفاركو والمؤجله
من الاسبوع رقم 11 او من الجوله رقم 11 للدوري العام المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار في البدايه الاول او في النهايه، بنقول كل عام وحضراتكم بخير، وبمناسبه عيد الاضحى المبارك اعداء الله علينا جميعا بالخير واليوم والبركات. بشكر نجومي الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن، وكل في استوديو طيبين، ومصر كلها بخير، وينهاد علينا بالخير والبركات يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه بشكرك شكرا كثيرا وشكرا جزيلا، وكل عام وانت بخير. شكرا ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي، وكل سنه والشعب المصري كله بخير والامه الاسلاميه كلها، وعيد اضحى سعيد عليكم. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، هرجع لكابتن عادل بس مخصوص في الاخر، انا يعني عشان انا عايز اعرف اخد لا 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 خدها كابتن دلوقتي، لا لا انا عاملها مخصوص دي والله. انا كل سنه كل سنه وانت طيب، مبروك للنادي الاهلي. هو اللي هيفنش المره دي، هجيب جول هقول شعر هيعملها بدماغه. شكرا يا كابتن بلال شرفتنا. شكرا كابتن ايمن، كل سنه وانت طيب، مبروك للنادي الاهلي، وكل سنه والامه الاسلاميه بخير يا رب يا رب. الحلو في الاخر بقى كابتن عادل، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه يا رب. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق التحيات.